تم خرق الهدنة التي بموجبها سيتم تسليم الأحياء الشرقية واستسلام المجموعات الإرهابية المسلحة والخروج من حلب. الإرهابيون يستهدفون معبر الراموسة في حلب ويعطلون تنفيذ اتفاق إخلاء الأحياء الشرقية من السلاح والمسلحين. كاميرا الإخبارية توثق خرق الإرهابيين للاتفاق وترصد التطورات في الميدان. خسئتم يا أدعياء الحرية، انتصرت حلب. خطبة صلاة الجمعة في حلب تؤكد أن انتصار حلب تتويج لصمود السوريين وإرادتهم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم إلى حلقة جديدة من استديو الحدث. جيش أهالينا الله يحميهم وينصرهم. برأيك حلب عم تنتصر يا عمو؟ تنتصر إن شاء الله. نحن بنفديها برواحنا لحلب. هاي حلب، هاي أمنا، هاي. موت وما كان خير، متنا متنا، عشنا، جينا على أهلنا، خواتنا، أخوتنا، الحمد لله. مبروك النصر بشكل عام. مبروك النصر وألف تحية لأبطال الجيش السوري. تستهدف التنظيمات الإرهابية معبر الراموسة في حلب تزامنا مع استهداف منطقة تل بقلو بريف حماة في سيناريو تؤكد وقائعه أنه أعد سلفا لتعطيل عملية إخلاء ما تبقى من الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب، تطور ردت عليه موسكو عبر تصريح وزارة الدفاع الروسية التي أكدت أن الجيش العربي السوري يواصل عملياته لاستعادة المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون في الأحياء الشرقية. المناورة الجديدة التي أقدمت عليها التنظيمات الإرهابية تأتي في ظل التخبط الذي يلف أوساط داعمي ومشغلي الإرهاب في المنطقة والغرب على وقع انتصارات الجيش والحلفاء في معركة حلب. تم خرق الهدنة التي بموجبها سيتم تسليم الأحياء الشرقية واستسلام المجموعات الإرهابية المسلحة والخروج من حلب. يعني بدأت العملية في قصف معبر الراموسة الذي يخرج منه المسلحين باتجاه منطقة الراشدين، يعني عبر رصاص القنص من قبل ما تبقى من المسلحين في الأحياء الشرقية. تزامن ذلك مع قصف للمجموعات الإرهابية في منطقة كفريا والفوعة للمدنيين والجرحى الذين خرجوا كدفعة أولى بموجب هذا الاتفاق الذي سيتم بموجبه الاستسلام في الأحياء الشرقية. كان هناك دفعة ستخرج من كفرية والفوعة باتجاه المناطق الآمنة عبر قلعة المضيق، تم استهداف تلك الدفعة من قبل المجموعات الإرهابية. يعني نتحدث هنا عن جبهة النصرة بقذائف الهاون. بدأ قصف يعني مكثف من قبل المجموعات المسلحة على منطقة الراموسة. على الفور انسحبت يعني الحافلات وسيارات الهلال الأحمر العربي السوري وأيضا الفريق اللوجستي، إضافة إلى الوحدة الخاصة الروسية التي كانت عند معبر الراموسة عند الجسر، انسحبت إلى المناطق الآمنة. كان هناك يعني هذا الخرق. منذ دقائق بدأ القصف من قبل المجموعات المسلحة على منطقة الحي الرابع هنا في الحمدانية المجاورة لمنطقة صلاح الدين ومعبر الراموسة. كان هناك رصاص متفجر حول الأبنية، لا نعلم إن كان هناك إصابات، لكن سيارات الإسعاف كانت متواجدة هنا في هذه المنطقة لنقل، يعني دخلت إلى منطقة الحي الرابع يبدو لنقل جرحى ومصابين هم من السكان المدنيين في هذه المنطقة التي تعتبر خط تماس. على الفور في هذه المنطقة، يعني منطقة معبر الراموسة، تم على الفور الرد على مصادر النيران من قبل الجيش العربي السوري للأجزاء التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة. أساس المشكلة يعني بعد خروج عائلات المجموعات الإرهابية المسلحة التي يقدر عددها بتسعة آلاف شخص وأيضا المسلحين الدفعة الأولى من الأجانب والناشطين، بدأت يعني تعطيل الاتفاقية. بدأت بالقصف هنا، وكان التزامن أيضا بالملف المرتبط بهذه الاتفاقية في منطقة كفريا والفوعة. بعد أن خرجت دفعات المدنيين بدأ استهداف جبهة لهم عبر
الرصاص القنص وقذائف الهاون. بالمقابل أيضا هناك خرق كبير لهذا الموضوع، لهذه الاتفاقية في البند الأخير، من كان مقرر 5000 أن يخرجوا. بالمقابل تخرج كل الدفعة من كفرية والفوعل البالغ عددها بحدود 1200 شخص مدني من الجرحى والمسنين، لكن التعطيل كان من قبل المنظمة الدولية حين رفقت إحدى الدفعات وكانت تأخذ معها الأسرى، يعني أسرى الجيش العربي السوري والمخطوفين المدنيين داخل الأحياء الشرقية، رفقتهم معها ودون علم الحكومة السورية التي كانت يعني ضمن بنود الاتفاقية تتوقع في هذه المرحلة من تنفيذ الاتفاقية تسليم الأسرى وجثامين الشهداء والمخطوفين. لم يسلموا، رفقوا مع العائلات برفقة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية إلى منطقة الراشدين الأربعة ومن ثم إلى منطقة الريف الغربي من إدلب. هذا كان الخرق الأول، بعد ذلك تم قصف معبر الراموسة وتم قصف منطقة كفرية والفوعة. وكانت كاميرا الإخبارية قد واكبت خروج دفعات من الإرهابيين من الأحياء الشرقية في حلب. دعوني على الفور أتجه بعدسة الإخبارية السورية إلى هذه الدفعة التي تخرج في هذه الأثناء فوق جسر الراموسة، هذه الدفعات التي جاءت من الأجزاء المتبقية داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة وتتجه بإشراف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وممثلي الأمم المتحدة باتجاه الجهة الغربية أو الأطراف الغربية لمدينة حلب الراشدين الرابعة، الوجهة الأولى، ثم هنالك من توجه في وقت سابق إلى الريف الإدلبي وإلى أيضا إلى مدينة إدلب والريف الحلبي. هذه الشاحنة يوجد فيها عدد من المسلحين هنالك من الجنسيات السورية، وأيضا غالبية المسلحين، يعني بالنسبة للمسلحين غالبية المسلحين الذين يخرجون هم مقاتلين أجانب، يعني من الجنسيات السعودية الخليجية والجنسيات الأجنبية. هذه الشاحنة الآن اتجهت إلى الطريق المؤدية إلى منطقة الراشدين كما نشاهد في هذه الأثناء. المعلومات المتوافرة لدينا بأن يعني عدد الذين خرجوا إلى الآن، أي منذ خروج أول دفعة إلى الآن، حوالي 9000 مسلح مع عائلاتهم، بينهم 108 جرحى، هنالك 2359 طفل، إضافة إلى ما يزيد عن 3000 امرأة و 3000 رجل، والأعداد تزيد بطبيعة الحال. اليوم نتابع خروج الدفعات المسلحة تباعا، وسوف ننتقل عبر عدسة الإخبارية السورية بالعمق مباشرة إلى هذه المنطقة والتي تشهد توافد وخروج تباعا للمجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه الغرب من مدينة حلب. الحكومة السورية هي كانت متواجدة على مدار الأشهر الماضية لتأمين خروج المسلحين عبر يعني المصالحات وإعطاء نظام التهدئة في وقت سابق، وكل ذلك يتواجد مع التجهيزات اللوجستية. اليوم وظيفة الحكومة السورية هي تأمين المسلحين دون وجود أي عوائق باتجاه الغرب من مدينة حلب. وفي منطقة تل بقلو بريف حما تبع مراسل الإخبارية تطورات، حيث استهدفت التنظيمات الإرهابية المنطقة تزامنا مع استهداف معبر الراموسة في حلب. محافظة حماة كما تعلمون استكملت كافة التجهيزات حول عملية التبادل لأهالي كفرية والفوعة، حيث قامت باستقدام عدد كبير من الباصات وكذلك تجهيز أيضا فرق طبية حوالي 19 فريق طبي وأيضا المشفى الوطني في مدينة أسقيلبية. كل هذه التجهيزات قامت بها محافظة حماة منذ البارحة، ونحن منذ البارحة بانتظار أول الدفعات من أهالي كفرية والفوعة. الجماعات الإرهابية المسلحة قامت بخرق الاتفاق، حيث قامت منذ لحظات باستهداف مدينة أسقيلبية بصاروخ، وكذلك قامت باستهداف معبر الراموسة أيضا في مدينة حلب أيضا بعدد من القذائف، وقامت بأخذ عدد من المواطنين كرهائن. المعلومات الواردة لدينا تشير بأن الاتفاق قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بتخريبه، حيث لم توافق على خروج عدد من الأهالي، حيث ينص الاتفاق على خروج
جميع المدنيين الذين تم الاتفاق عليهم منذ لحظات. هذه المعلومة وصلتنا وهي مؤكدة تماما. سيارات الهلال الأحمر كانت متواجدة وهي متواجدة الآن في المركز في معبر باقلو، وأيضا الباصات في عمق الصورة كما تشاهدون. كل ذلك يشير إلى أن محافظة حماة واللجنة التي تقوم باستقبال أهالي كفرية والفوعة إذا كانت على أتم الاستعداد، وكنا بانتظار أهالي كفرية والفوعة. للإضاءة على مجمل هذه التطورات مشاهدينا، يسرنا أن نرحب في استديو الحدث بالدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد القادر. إذا المجموعات الإرهابية المسلحة كعادتها دكتور عبد القادر تخرق اليوم هذا الاتفاق، لماذا هذا الخرق من وجهة نظرك، ولماذا ليس من الساعات الأولى بل بعد إجلاء أعداد كبيرة منهم يتم خرق الاتفاق؟ طبعا في البداية التحية لك، التحية لجميع المشاهدين الكرام، التحية لجميع العاملين في الإخبارية السورية الذين واكبوا بشكل كبير اليوم نصر حلب. اليوم هذا النصر التاريخي يجب علينا ومن الواجب أن نتحدث عن أصحاب النصر وأصحاب الفضل في هذا النصر، وهم أبطال الجيش العربي السوري الذين قال فيهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد: لقد أثبت جيش والبطل عبر تاريخه النضالي بأنه الحصن المنيع والعرين الذي تتحطم على أقدام جنوده الميامين أحلام المعتدين. فاليوم نعم تحطمت اليوم أحلام المعتدين على أقدام جنودنا الأبطال. اليوم الرحمة لشهدائنا، وأصحاب النصر الحقيقي هم عوائل الشهداء، هؤلاء العوائل الذين قدموا والذين اليوم قال السيد الرئيس، قال إن اليوم العمليات العسكرية والشهداء الذين يسقطون كل يوم من أجل حلب لهو دليل واضح وملموس على أن حلب في قلب كل سوري. فبالتالي لكل هؤلاء التحية، هؤلاء هم أصحاب النصر، صمود أهلنا في مدينة حلب الذين استمدوا صمودهم من كل سوريا، استمدوا صمودهم من أهل اللاذقية وطرطوس، وأيضا أهلنا في مدينة إدلب الذين يعانون، وأهلنا في الرقة وفي دير الزور وفي السويداء وفي حمص وفي حماة وفي دمشق وفي درعا وفي كل بقعة من بقاع سوريا. لكل هؤلاء نقول لهم نعم، اليوم لا يوجد شيء يستطيع أن يشوش على حجم انتصار كانتصار حلب، لا يوجد شيء يمكن أن يكون معادلا موضوعيا لدلالة وحجم انتصار حلب، سواء على المستوى المعنوي أو على المستوى الاستراتيجي. فاليوم هذه المحاولة المتأخرة هي محاولة داعميهم دول إقليمية فرملة القطار، استنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن بالنتيجة عجلة القطار تحركت، واليوم لا عودة على الإطلاق كما قلنا في استعادة حلب آمنة مطمئنة. هذه الجيوب الصغيرة اليوم المتناثرة أصبحت مجموعات مفككة. طبعا لا شك اليوم عندما أخرجوا النواة المركزية لتنظيماتهم الإرهابية لجهة ضباط استخباراتهم التي هي ضباط استخبارات دول إقليمية كانت تشرف على مجمل العمليات العسكرية النوعية، البنية التنظيمية التي عملوا على ترحيلها منذ أيام أفغانستان إلى الجزائر ومصر واليمن والعراق وسوريا، هؤلاء هم حريصون عليها. فبالتالي اليوم عندما جرى ترحيل الدفعات الأولى وجدنا أنه في المراحل الأخيرة لم يعد يهمهم كثيرا. يعني وبالتالي أفهم من كلامك دكتور عبد القادر بأنه الدفعات التي خرجت بالأمس حملت معها من يريد الغرب والولايات المتحدة تماماً من قياديين لا شك من بنية مستشارين كانوا موجودين داخل الأحياء البنية مركزية قوية. هذه البنية كانت بالتضافر مع ضباط استخبارات تلك الدول الإقليمية، وبالتالي من هنا جرى عملية الإجلاء بسلاسة. واليوم
البقية هم بالنتيجة لا يعنيهم. طيب يعني خلينا لا يعنيهم عملاؤهم كثيرا. نعم. وبالتالي من هنا جرت عملية التعطيل. نعم خلينا نعرف أكثر من مراسلنا في أو موفد الإخبارية السورية إلى حلب ربيع ديب الذي واكب كل التطورات الأخيرة التي شهدتها حلب بدءا من انتصارات الجيش العربي السوري في الأحياء الشرقية إلى المراحل الأخيرة وهذا عملية الإخلاء وأيضا تعطيل عملية الإخلاء. ربيع التطورات لديك حتى هذه اللحظة ما هي؟ يعني قبل قليل عندما تم مع ساعات الظهيرة خرق اتفاقية الهدنة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتعطيل خروج باقي الدفعات مدنيين ومسلحين من الأحياء الشرقية في حلب البالغ عددهم بحدود 5000، بعد أن خرجت دفعة وتبين للحكومة السورية أو الدولة السورية بأن الأسرى والمخطوفين لدى الجماعات المسلحة وهم أفراد من الجيش العربي السوري تم زجهم بين المدنيين بترفيق من وفد الصليب الأحمر والمنظمات الدولية ومنظمة اليونيسف، على الفور تم إيقاف الاتفاقية، خاصة أن كان من المتفق أن تخرج الدفعة الأخيرة 5000 شخص بالتزامن مع خروج أهالي كفرية والفوعة البالغ عددهم بحدود 1250. تم الاعتداء على هذه الدفعة أيضا من الخارجين في المعبر، منطقة المعبر في قلعة المضيق، وتمت الاعتداء أيضا بقذائف الهاون على منطقة معبر الراموسة. يعني تعطيل الاتفاق جاء بناء على يعني من المسلحين بعد أن أمنوا أن عائلاتهم قد خرجت إلى ريف حلب الغربي، لكن الدفعة الأخيرة والتي هي عبارة عن سيارات مدنية كانت تابعة للمسلحين وتحوي على عائلات ومسلحين أيضا، كانت هي عبارة عن 80 سيارة تبلغ العدد 900 شخص، كانت قد وصلت إلى منطقة الراشدين 4. على الفور منع الجيش العربي السوري قبل نقطة الإنزال لهذه الدفعة، منعهم من الإنزال والعودة إلى الأحياء الشرقية حلب ردا على ما تعرضت له منطقة الراموسة من استهداف ورصاص قنص إضافة إلى الرصاص المتفجر للأحياء المدنية واستهداف معبر الراموسة، إضافة إلى ما تم حصوله يعني من استهداف لجبهة النصرة للحافلات التي تقل أهالي كفرية والفوعة. يعني بشكل عام قبل قليل تواردت معلومات عن نية يعني الحكومة السورية بالتنسيق مع الوفد يعني وفد الهلال الأحمر وأيضا المنظمة الدولية بمحاولة إخراج حافلات من ريف حلب الجنوبي باتجاه كفرية والفوعة وإجلاء الجرحى والمصابين من أهالي كفرية والفوعة باتجاه حلب. ولكن أي الضمانات يتم الحديث عنها اليوم ربيع لإتمام هذه العملية لإجلاء أهالي كفرية والفوعة في ظل يعني عدم رغبة المسلحين بالسماح منذ الأمس وحتى هذه اللحظة يعطلون خروج المدنيين؟ من يضمن هذه المرة ربيع حسب المعلومات المتواردة لديكم أنه سيسمحون بخروجهم؟ يعني سأقول لك من منطق الدولة السورية، هناك قرار من الدولة السورية والجميع ينفذ هذا القرار، لكن المجموعات الإرهابية المسلحة لا قرار لها. يعني هناك عدة فصائل إرهابية، جبهة النصرة، أحرار الشام، جيش الإسلام، الفصائل المتواجدة في محيط إدلب، يعني كل مجموعة لها قرار. عندما خرجت جبهة النصرة يعني باعتبارها هي الحاكم والآمر بكل شيء، عندما وافقت بعض الفصائل على إخراج المدنيين من كفرية والفوعة، قامت جبهة النصرة بقصف المدنيين الخارجين وأيضا قصفت جبهة النصرة هنا. يعني هنا لا يوجد راعي واحد، حتى الراعي التركي لا يمون على الفصائل الإرهابية المتواجدة في ريف إدلب الشمالي الغربي وريف حلب الجنوبي الغربي. هناك بلبلة دائما تحدث من قبل فصائل المسلحة ويأتي الإعاز الخارجي والتدخل الخارجي الدائم. الضمانات هي فقط كانت من الدولة السورية ونفذت كل البنود، كان هناك إخلاء من الجيش العربي السوري للنقاط المتواجدة حول معبر الراموسة بناء على طلب من الوفد الروسي بأنه يعني لا نريد أي استفزاز، حتى وكالات الإعلام كانت قد ابتعدت عن المكان أثناء خروج المسلحين حتى لا يتم استفزاز المسلحين ويلجأون إلى حجة لتعطيل هذه الاتفاقية. وتمت الأمور بخير حتى اللحظة الأخيرة عندما أمنوا على عائلتهم وسرقوا ما سرقوه من الأحياء الشرقية. يعني
أحد ممثلي وفد التسوية وهو تابع أيضا للمجموعات المسلحة، كان قد تحدث عن سرقة جميع البيوت، أموال طائلة ومصوغات ذهبية سرقت من قبل المجموعات المسلحة وتم إخراجها في الدفعة الأخيرة التي أعيدت. نعم طيب ربيع، يعني أثناء خروجهم يعني هم لا أحد يعرف ماذا يخرجون، هم أحرار بما يخرجون ومن يخرجون معهم هكذا في بنود الاتفاق ربيع؟ بنود الاتفاق كان هو فقط عندما طالبت الدولة السورية بتقديم قوائم اسمية للمغادرين، تحجج الراعي الدولي التركي وتحدث عن تركي بأنه لا مجال لتقديم قوائم اسمية، سنقدم قوائم عددية. تعرضت الدولة السورية للخداع، والوفد الروسي والوفد يعني الوفدين هؤلاء تعرضوا لموضوع عملية خداع وتضليل، إن كان في الأرقام وإن كان في أعداد المسلحين وأعداد الأطفال والنساء. إضافة إلى ذلك يعني عندما خرجت آخر دفعة وهي سيارات مدنية، كانت وفد الأممي يعني أتحدث تماما عن وفد الصليب الأحمر الدولي والمنظمة الأممية ومنظمة اليونيسيف، كانت تطلب بأنهم هؤلاء هم مدنيين وعبر سياراتهم سيخرجون ولا مجال لتفتيشهم، سنقدم فقط قائمة عددية. قدموا قائمة عددية ب 900 شخص، تبين فيما بعد أنهم أخرجوا معهم بين النساء والأطفال أسرى الجيش العربي السوري الذين كانوا يحتفظون بهم عندما وصلت الحافلات. إذن عملية ربيع، عملية إخراج المخطوفين تمت بعلم المنظمة الدولية هكذا تريد أن تقول؟ طبعاً طبعاً طبعاً، يعني كان هناك تواطؤ في حادثتين مهمتين أدت إلى خرق الهدنة، ويعني كانت المنظمة الدولية على علم بما سيجري. المنظمة الدولية هي قائد الفريق التابع للصليب الأحمر وقائد الفريق التابع لمنظمة اليونيسف، هم من جالوا على بيوت المدنيين داخل الأحياء الشرقية وقالوا لهم اخرجوا مع المسلحين إلى إدلب. حتى يعني بالمناسبة قبل قليل انتشر فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي التابع للمسلحين، قالوا أن أكدوا فيه أن منظمة الصليب الأحمر هي من قامت بإخراج المدنيين أيضا باتجاه الريف الغربي لإدلب. إحدى الشهادات كانت قد تحدثت عن ذلك، يعني كنت قد وثقتها، هي طلب رئيس الفريق الدولي من الصليب الأحمر بمغادرة جميع المدنيين، وقاموا بجولة في أجزاء من حي صلاح الدين التي تسيطر عليه المجموعات الإرهابية على النساء والأطفال والرجال فوق 50 سنة، عليكم المغادرة إلى منطقة أرم، وبعد ذلك إذا أردتم العودة إلى مناطق سيطرة الدولة، وهذا مستحيل طبعا باعتبار أن المجموعات الإرهابية المسيطرة في منطقة أرم لن تسمح للمدنيين بالعودة إلى مناطق السيطرة. يعني هذه عملية الخداع من قبل المنظمة الدولية يعني تمت في القوائم العددية والقوائم الإسمية والتستر على المسلحين الذين أخذوا المخطوفين لعددهم تقريبا 40 شخص هم أسرى لدى المجموعات المسلحة. تم التستر عندما زجوا في الدفعة الأخيرة مع 900 شخص وخرجوا إلى منطقة أورم، هناك تستر أيضا ومحاولة تواطؤ بإخراج المدنيين. أنا أقول لك لماذا إخراج المدنيين والضغط على المدنيين كان يتم حتى يقال أمام الإعلام الدولي والإعلام المتواطئ مع المجموعات المسلحة أن أهالي حلب يهجرون من بيوتهم. هذا الملف الذين تاجروا فيه خلال السنة الماضية والسنة التي قبلها بأن الدولة السورية تسعى للتهجير، وقد فعلوا ذلك في دارية بريف دمشق وفي منطقة التل. دائما ما يتم الحديث من قبل المنظمة الدولية على أن هناك مهجرين، اليوم تبينت الحقائق في الأحياء الشرقية، يعني كان هناك 5000 مدني يريدون الخروج إلى المعابر المخصصة للمدنيين ليلجأوا إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، هم أصلا ليسوا حاضنة للمجموعات الإرهابية كما تدعي دائما بأن هناك معارضة معتدلة وهناك فئة من الشعب السوري أو الشعب الحلبي تؤيد تلك المجموعات. على العكس تماما، تم إجبارهم من قبل اليونيسيف، قائد فريق اليونيسيف وقائد فريق منظمة الصليب الأحمر على مغادرتهم مع المسلحين. بالعلم يعني أصلا تمكن أمس خروج 1500 شخص من تلك الأحياء.
الموجودة الأحياء الشرقية المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية تمكنوا من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية. هذه هي المتاجرة التي تتم من قبل المنظمات الدولية، وقد يخرج في أي لحظة يعني على قنوات داعمة لسفك الدم السوري بأن النظام أو الجيش العربي السوري أو الدولة السورية تقوم بتهجير أهالي حلب. طب أي أهالي حلب الذين يريدون تهجيرهم إذا كان 100,000 المتواجدين داخل الأحياء الشرقية خرجوا خلال الأسبوعين الماضيين إلى الأحياء الآمنة؟ عن أي تهجير يتحدثون وعن أي مجازر تتحدث؟ هذا هو السر الذي كانت يعني تحتفظ به المجموعات الإرهابية وداعميها خلال السنوات الماضية رنا. طيب ربيع، نحن الآن أمام توقف لعملية لهذه المبادرة، توقف كامل. هناك معلومات بأنه قد يعاد تفعيلها في الساعات القادمة، أم هذا الملف أغلق بالكامل؟ يعني الدولة السورية حريصة على تنفيذ الاتفاق. الآن أغلقت السواتر الترابية من جديد خوفا من أي اعتداء في منطقة الراموسة، وقد فعلوها أول من أمس في اتفاق الهدنة الأول عندما هاجموا نقاط الجيش العربي السوري في محور جسر الحج وجسر الراموسة ومنطقة الأنصاري بعربات مفخخة. رفعت السواتر كوقف لتنفيذ إطلاق النار والرد على مصادر النيران. هناك ضغط عسكري سيمارس من قبل الجيش العربي السوري في محاولة لتنفيذ الاتفاق الآن معطل. الشرط الوحيد الذي أفادت فيه مصادر متقاطعة وليس مصدر عسكري بأن الدولة السورية إذا تم إخراج أهالي كفريا والفوعة الجرحى والمسنين ووصولهم إلى مناطق سيطرة الدولة السورية سيعود العمل بالاتفاق. المهم أن ينهى هذا الاتفاق اتفاق الإذعان والاستسلام من قبل المجموعات المسلحة وتخرج إلى الريف الغربي، وذلك حفاظا من الدولة حتى على الأهالي، يعني حتى يعني حاضنة المجموعات المسلحة، عائلات المجموعات المسلحة هي تهم الدولة السورية وهي تريد إخراجهم بأمام من الأحياء الشرقية في حلب. نعم. طيب سؤال أخير ربيع، أي دور لأي من الدول الإقليمية الآن؟ هناك من يتحدث عن أدوار، هناك من يتحدث بأنه بعض الدول تحاول الضغط على المجموعات الإرهابية المسلحة للعودة إلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق. أي معلومات لديكم حتى هذه اللحظة عن هذا الموضوع؟ يعني باعتبار أن التركي هو من نزع الغطاء عن الحركات ما يسمى بالمعارضة المعتدلة وحاولت تلك المعارضات أو ما يسمى بالمعارضات تسليم أنفسها للجيش العربي السوري وحصل ذلك عبر 350 شخص أمس سلموا نفسهم، لكن حلقة الإعدامات كانت من جبهة النصرة، إعدامات ميدانية لكل مسلح حاول تسليم نفسه. أمس كان هناك معلومات مؤكدة عن إعدام 10 أشخاص من المسلحين. هذا ما يعني أن جبهة النصرة هي من تتلقى الأوامر. الداعم الأمريكي والداعم السعودي هو المسؤول اليوم عن الملف، والمنظمة الأممية يعني أصلا من يمون عليها ومن يحركها هو الأمريكي. أما الجهة الإقليمية التركية حتى اللحظة لا معلومات عن تدخلها في الموضوع، لكنها المؤكد أنها نزعت الغطاء وتركت يعني المعارضات المعتدلة لتلقى مصيرها. وباعتبار أن جبهة النصرة هي الحاكم لكل هؤلاء المعارضات التي معها، فنحن نتحدث عن التدخل الأمريكي المباشر. وباعتبار أيضا إذا ربطنا الملف بموضوع المنظمة الإنسانية يعني الصليب الأحمر ومنظمة اليونيسف، فنحن نوجه أصابع الاتهام يعني توجه دائما إلى الراعي الأمريكي للإرهابيين وجبهة النصرة تحديدا. أشكرك جزيل الشكر حتى هذه اللحظة ربيع ديب بمفدى الإخبارية السورية إلى حلب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وبطبيعة الحال نحن على تواصل معكم مفدنا ومراسلينا في حلب لمعرفة كل جديد لحظة بلحظة. أعود لك ضيفي الدكتور عبد القادر، يعني كما سمعنا تورط وتواطؤ واضح للمنظمات الدولية، الصليب الأحمر كان يشرف ويشارك بإخراج المسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية لحلب ومن داخلها. كيف يمكن أن نقرأ هذا التواطؤ اليوم؟ يعني طبعا يعني لا شك اليوم القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقرارات المتعلقة بالمجال الإنساني 2139 2165 2191 و2258 وكل اليوم كل أداء المنظمات الدولية المتعلقة بالجانب الإنساني، سواء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سواء منظمة اليونيسف وغيرها، اليوم نجد أو مجلس ما يسمى حقوق الإنسان، اليوم كلهم اليوم كان هناك امتحان جدي وحقيقي
في خضم الحرب الدائرة في سوريا. هذا الامتحان نقول بكل صدق اليوم كان كاشفاً لتهافتهم، أولاً لتهافت نهجهم ولحجم التسييس. يعني اليوم نجد حتى في تقاريرهم التي يعني هي بشكل دوري تصدر عن الأوضاع الإنسانية وغيرها، وجدنا حجم التسييس وحجم تغلغل يعني الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها وتأميمها لهذه المنظمات، رغم بأن الكل يعلم بأن على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 1863 هي تعتبر وقاعدتها الأساسية قاعدة مبدأ الحياد التام. كل ما يتعلق بطبيعة النزاعات وطبيعة الحروب الدائرة هي ليست معنية بتحديد أو أن تكون طرف من الأطراف يعني في الحروب، دورها فقط يتعلق بتقديم كل ما من شأنه الخدمات الطبية. يعني هكذا هو طبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كل ما يتعلق بالجانب الإنساني في الجانب الصحي فيما يتعلق بالخدمات الطبية، تقديم كل ما يتعلق بأمان الطواقم الإنسانية وعملها. هذه مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤوليتها أن ترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة لتضعه في صورة حجم احتياجاتها لطبيعة المعالجات الإنسانية. اليوم وجدنا تغييب كامل، اليوم وجدنا دورها ينحصر في إطار عملية كما نعلم التحريض على قيام بعملية تهجير قسري ضمن قاعدة إثارة الرعب والخوف، ناسين ومتناسين حجم مشاهد وصور بثتها العالم جميعا حول اليوم الأدوار التي أنيطت بالدولة السورية رغم الصعوبات الاقتصادية، رغم العقوبات الأحادية الجانب، بتردي الأوضاع الإنسانية. وجدنا بأن الحكومة السورية كانت حاضرة وجاهزة في معالجة الأوضاع الإنسانية لأهلنا، لأهلنا، لأهلنا المدنيين الموجودين في القسم الشرقي من مدينة حلب الذين حوصروا من قبل الإرهابيين. وأنا هنا أريد أن أذكر جميع الأخوة المشاهدين، هؤلاء أهلنا في المناطق في الأحياء الشرقية كانوا يذهبون ويجيئون نحو دوائر الدولة المتواجدة في المناطق الغربية، كانوا يمارسون عملهم، وكانت الدولة تستمر بدفع رواتبها لجميع هؤلاء العمال، لم تنقطع أبدا على الإطلاق في أي شهر رواتب هؤلاء، كانوا يذهبون ويأتون. وبالتالي اليوم هذه المسألة، لكن عندما في المرحلة الأخيرة عندما أطبق حصار هؤلاء الإرهابيين مع إدراكهم بأن النهاية أصبحت قريبة، فجرى حصار واضح، جرى اليوم تأميم مخازين من الطعام وغيرها لصالح الإرهابيين، كانوا يستعدون حقيقة لمعركة مديدة وطويلة في الأحياء الشرقية. من هنا أنا والله لا أتحدث في مبالغ عندما أقول بأن الجيش العربي السوري صانع أسطورة، نعم، صانع معجزة، نعم، لأن من لا يعرف طبيعة الأحياء الشرقية، هذه أحياء تمتاز بكثافة عمرانية، بتراث كبير، هي مزيج ما بين أحياء قديمة جدا، يعني الشارع لا يتجاوز المترين بعرض، وأيضا مزيج من عشوائيات ممتدة. وأنت عندما تتحدثين عن هذه الأحياء، يعني على سبيل المثال حي هنانو الذي كان يعتبر أول الأحياء التي سقطت والتي استردتها الدولة السورية وأحدث زلزالا معنويا، بالإضافة إلى حي الشيخ سعيد، حي هنانو كان يتجاوز عدد قاطنيه قبل الحرب أكثر من 300 ألف نسمة، أي أكثر مجموع دولتي قطر والبحرين. يعني أنت تتحدثين عن، عندما قلت بأنه لا يوجد معادل موضوعي لمعركة وانتصار حلب، لا يستطيع أحد التشويش على هذا الانتصار، من منطلق أن المراد كان أن تدخل الدولة السورية وأن تضيع في زواريب الأحياء الشرقية، في زواريب هذه الحرب، في حرب مديدة وطويلة، نحن وأصدقاؤنا والكل يرصد ويترقب بشكل واضح وفي عين فاحصة حول تطور المجريات، ويقوم بشيطنة
الدور الدولة السورية ودور أصدقائنا، هكذا كان المقرر. وكانت المفاجأة بأنه لم يستطيعوا جر الجيش العربي السوري إلى هذه الحرب، حرب العصابات الطويلة بهذه الأحياء. نعم. وبالتالي إلى أي حد نستطيع أن هذه الخطوة اليوم أمر العمليات ربما إذا صح التعبير دكتور عبد القادر بخرق هذا الاتفاق ومنع المدنيين والجرحى من كفرية والفوعة بالخروج وضرب هذا الاتفاق بكليته اليوم، يعني هو رد ومحاولة مرة أخرى لجر الجيش إلى هكذا معارك، طبعا بمن تبقى من المسلحين. صحيح. حوالي 5000 مسلح بقوا بالداخل بعد إخراج أهاليهم. أنسرنا اليوم عندما قلت أن المنظمات الدولية الإنسانية في امتحان على الأرض داخل سوريا وفي تعرية واضحة، اليوم أين دورها في اليوم في حصار يمارس على أهلنا في بلدتي كفرية والفوعة من قبل تنظيمات إرهابية أطبقت الطوق وأحكمته على هاتين البلدتين؟ أليس اليوم المعيار الموضوع الإنساني؟ هل اليوم أصبح الموضوع الإنساني كمكافحة الإرهاب؟ اليوم أصبح مسألة مرتبطة بمن هو الضحية ومن هو الفاعل؟ أليس يجب أن ننظر إلى البعد الإنساني بمعزل عن التباينات والتجاذبات الأخرى؟ ولكن يعني غريب أن نتحدث بهذه اللغة دكتور عبد القادر ونحن نعرف بأنه الملف الإنساني استخدم منذ اللحظات الأولى، يعني وسيس يعني كان الهدف منه فقط دائما الحصول على مكاسب سياسية. في الوقت الذي يعجزون فيه في الميدان يتوجهون إلى الملف الإنساني، ولكن أن تكون هذه المرة بهذه الوقاحة إذا صح التعبير، يعني السماح لمسلحين بإخراج ذخيرة، بإخراج أسلحة، بإخراج ما يريدون من داخل الأحياء الشرقية، بإخراج مخطوفين دكتور عبد القادر، يعني مخطوفين لدى هؤلاء المسلحين. صحيح. يسمح لهم بتواطؤ واضح من المنظمة الدولية بإخراج هؤلاء المخطوفين، يعني هؤلاء المخطوفين أليسوا بحد ذاتهم ملف إنساني يجب أخذه بعين الاعتبار؟ طبعا أنسرنا لا شك أن قد يتساءل الكثير حول ما هي مبررات مرونة الدولة السورية في التعاطي مع هذا. أنا أؤكد لكم وأؤكد لجميع الأخوة المشاهدين بأن اليوم المعركة في حلب وفي سوريا تدار بميزان من الذهب، الأمور جد حساسة، المنطق عقل الدولة ومنطق الدولة غير منطق الفرد. اليوم الدولة السورية بمنطقها بحكمتها في إدارة هذه الحرب وشجاعتها وإقدامها عندما تستلزم الشجاعة، اليوم جردت هؤلاء الإرهابيين على سبيل المثال وجعلتهم على رمال متحركة في الأحياء الشرقية، تحركت واليوم وجدنا حجم الانسلاخ ما بينهم وما بين هؤلاء المدنيين. أيضا كل الذرائع المتعددة لهؤلاء الإرهابيين ترى جرى سحبها بشكل تدريجي وبحكمة. فاليوم لا نستطيع أن نتحدث عن منطق حرب بمعنى الحرب بلغة الحرب فقط، اليوم الأمور تتطلب مزيجا من أدوات السياسة، يعني اليوم تحتاج إلى دبلوماسية ذكية، وهذا ما تمارسه الدولة السورية بأدوات ناعمة في إطار تحييد الجوانب الإنسانية والتعاطي الإنساني في التعامل مع البشر والجغرافيا والمكان، وأيضا في أدوات عندما تستدعي اليوم الضرورات العسكرية أيضا تكون الدولة السورية حاضرة. إذن اليوم فقط لأوضح لجميع الأخوة المشاهدين، اليوم الدولة السورية تدير هذه الحرب آخذة بعين الاعتبار ضرورتين، وضرورة أن تخلق توازن بينهم، ضرورة حربية وأيضا اعتبارات إنسانية. إرجاع أو إعادة حافلات كانت تقل اليوم مسلحين وذويهم من حي الراشدين، من الراشدين 4 إلى الأحياء الشرقية التي خرجوا منها، إلى أي حد من المتوقع أن يشكل ضغط ربما دكتور عبد القادر لإعادة السماح لأهالي كفرية والفوعة طبعا الجرحى والمحتجزين؟ يعني من هنا يعني كما قلت لك حجم التعرية، لكن بما أننا في منطق الواقعية والمشكلة أنه جرى تسييس كل شيء، يعني الإنسان لم يعد له قيمة إلا في إطار حسابات الأرقام وفي حسابات الصفقات. للأسف رغم بأن هذا لازم يجب أن يكون مسؤولية المجتمع الدولي، ونحن نعلم بأن الكثير من القرارات الدولية تحدثت صراحة عن بلدتي كفرية والفوعة، يعني هي أشارت إليها صراحة. أين اليوم دور المجتمع الدولي في التصدي لهذه المسألة؟ رغم ذلك أنا برأيي طبعا بما أن هؤلاء لا يفهمون بلغة القوة، لا يفهمون إلا بمنطق
اليوم منطق عدم إبداء أي مرونة إلا تحت الضغط، فلا شك بأن اليوم نتمنى حقيقة إتمام إنجاز هذا الاتفاق، نتمنى إنهاء ملف أهلنا في بلدتي كفرية وفوعة، يجب أن تطوى صفحته. يعني اليوم لا يجب على الإطلاق أن تبقى هذه اليوم هي عار في جبين الإنسانية جميعا، ولكن وفي الإنسانية جميعا والمجتمعات الدولية يعني وقفت وتفرجت كثير دائما تماماً على ما يجري في كفرية والفوعة. واليوم بالوقت الذي موجودة فيه المنظمة الدولية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق وإخراج المسلحين بذات التوقيت إخراج أهالي كفرية والفوعة، وجدنا بأنها لم تخطو أي خطوة بهذا الاتجاه ووقفت تتفرج على ما قام به المسلحون من استهداف لأهالي كفرية والفوعة وللحافلات التي تريد الدخول لإخراجهم مني. إلى أي حد اليوم نحن أمام سقوط وتهاوي لكل المصطلحات ولكل المعايير طبعاً الإنسانية؟ طبعا لا شك يعني أنسرنا اليوم كل هذه الجرائم التي ارتكبت من الضروري اليوم أن تكون حاضرة في ذاكرتنا في توثيقنا، لأنه اليوم كل الجرائم التي ارتكبت بحق الدولة السورية سواء جرائم الإرهاب أو جريمة العدوان أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها، كلها اليوم بكافة توصيفاتها بكافة صورها بكافة ما نصت عليه مواثيق القانون الدولي، اليوم هذه الانتهاكات وهذه الجريمة يجب أن توثق، لأن الجريمة لا يمكن على الأطلاق لا أن تحمى ولا أن تمحى ولو بعد مئات السنين. فبالتالي هذا حق أصيل لشعبنا. وسائل الإعلام كانت تنقل كل ما يجري دكتور عبد القادر أمام أعين هذه الوكالات، وكالات الأنباء الدولية. تم خرق الاتفاق، تم أطلاق النار ورصاصات القنص على معبر الراموسة، انسحبت وكالة الأنباء من معبر الراموسة إلى داخل حلب إثر هذا الاستهداف. تتوقع أنه يتم التوثيق بمصداقية هذه المرة دكتور عبد القادر للمشهد وإشارة والإشارة بإصبع الاتهام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة التي عطلت وإلى المنظمة الدولية الصليب الأحمر الذي كان يرافق هؤلاء الإرهابيين؟ طبعا يعني سيدة الكريمة اليوم الدولة السورية تدير معركتها الدبلوماسية، اليوم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، تحدد من هو المسؤول عن عدم إنجاز هذا الاتفاق بشكل أساسي أمام مسؤولياته، لكنها بالنتيجة هي صاحبة المصلحة الأساسية، بالنتيجة هي صاحبة الضرر، هي صاحبة الوجع، هي صاحبة الإحساس بآلام الناس. فبالتالي اليوم ستستمر الدولة السورية في التقاط أي فرصة لإعادة إحياء الاتفاق من جديد. أؤكد لك هذا المنطق، كما قلت لك هي ستقوم بأداء مزدوج، ستضع المجتمع الدولي، ستحدد الجهات التي قامت بخرق هذا الاتفاق، ولكنها بنفس الوقت لأنها صاحبة المصلحة وهي المتضرر من اليوم من استمرار وعدم إعادة حلب آمنة مطمئنة وعدم استكمال الطوق الآمن لمدينة حلب استمرارا لاستعادة طوق آمن لجميع أبناء سوريا ولجميع الأجزاء في سوريا، اليوم ستحاول مرة وأخرى أن تلتقط كل فرصة وكل مبادرة يمكن أن تكون من خلالها مقدمة لإعادة إحياء هذا الاتفاق. ولكن على ألا تكون لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة دكتور عبد القادر؟ لصالحها لا، لأنه سيدتي الكريمة الدولة السورية تقول للجميع أنها مع نظام وقف الأعمال القتالية ضمن المحددات التالية: أن لا يكون هذا النظام على الإطلاق، أن لا يكون في إطار استعادة كسب أراضي جديدة، أن لا يعمل هذا الاتفاق على إعادة تأهيل الطاقة الحربية لهؤلاء الإرهابيين، يعني بمعنى إمداد لوجستيك وغيرها وأيضا تدريب أو مخازين أو تسليح وغيرها. فإذا الدولة السورية تعمل على تطبيق نظام التهدئة لكن بأعين مترقبة وأعين فاحصة، هي ليست مغمضة الأعين تجاه ما يمكن أن تقول إليه نظام الأعمال القتالية ووقفه، لكنها اليوم تدفع بهذا الاتجاه كما قلت لك ضمن هذه المحددات. فبالتالي اليوم لا خوف لا خشية، لكن كما قلت لك الاستمرار بهذا المنطق، إدارة الأمور بميزان من ذهب في إطار، لأن هذه الحرب كما قلت لك هي كان يراد أن تكون معركة دولية مصغرة ساحتها مدينة حلب، كان العنوان أن تبقى مدينة حلب خارج أي تغيير في موازين القوى، كان يراد أن تنتقل
مناطق النفوذ العسكري لتكون مقدمة لتقسيم سياسي. نعم. إذن كل هذه المعادلات، كل هذه الرهانات اليوم انتصار الدولة السورية أسقطها. نعم. فاليوم الحكمة تستدعي باستكمال جميع مقومات النصر بأدواته المتعددة. طيب تتوقع أن يكون هناك فعلا دور لأي قوى دولية على صلة بهذه المجموعات الإرهابية المسلحة، وإلى أي حد يمكن الوثوق بها حقيقة دكتور عبد القادر في ظل هذا الخرق اليوم الذي كثير وصفه بأنه أمر عمليات من دول ربما تكون إقليمية أو ربما تكون دولية هي رعيت هذه طبعا الإرهابية. يعني لا شك أن اليوم الكثير من الأدوار الإقليمية تتهافت، صحيح بأن أدوارها وأحجام هذا الدور هي تتغير تبعا للزمان، للحالة، للظرف، لطبيعة توزيع الدور الأمريكي على أتباعه لا شك، لكن بالنتيجة اليوم الدور التركي هو الأكثر خطورة. فأعتقد بأن اليوم الحكمة لدى الدولة السورية والتنسيق على المستوى مع الجانب الروسي عمل على تحييد نسبي للضرر التركي فيما يتعلق بسوريا، هذا عنوان أساسي. لا شك بأنه لا يمكن أن نتحدث عن مكسب أو تغير في المزاج العام في القيادة التركية. تركيا لا يوجد اليوم فيها قادة يستطيعون أن ينقلوا تركيا من حسابات الأطلسي إلى حسابات روسيا، ويعني تطلعات الأمن الوطني التركي هذه يعني هي أكبر بكثير منهم. لكن اليوم تخفيف ضرر تركيا فيما يتعلق بالمشهد في سوريا، أعتقد بأن هذا إنجاز أحدثته روسيا مع إبقاء قناة التواصل، رغم إدراكها بأن الجانب التركي يراوغ ويناور وهو يدفع بالأمور وهو يتملص من أي التزامات من أي تفاهمات، لكنها مستمرة معه. هذه السياسة أعطت مفاعيلها في كما قلت في سرعة الإنجاز في مدينة حلب، التي سرعة الإنجاز كانت بناء على نضوج ظروف عسكرية ميدانية تتعلق بغرف عمليات وعمليات استطلاعات واستخبارات، حددت مراكز العمليات وغرف قيادة السيطرة، وقطعت خطوط الإمداد يعني بأداء نوعي متميز. هذا كله أربك هذه الجماعات الإرهابية الحالة المعنوية، اضطردت لجهة أن الكثير منهم الكثير من المتواجدين من مسلحين ومن إرهابيين في حلب، الكثير منهم هم عبارة عن مجموعة لصوص ومرتزقة، فبالتالي كانوا حريصين على مسروقاتهم وحريصين عليها. هؤلاء تهاووا بشكل سريع بشكل مضطرد، هذا أربك الفصائل الإرهابية التكفيرية، فبالتالي هذا المشهد كله أيضا أربك الكثير من الدول الإقليمية التي كما قلت لك كان المخطط وكان المراد أن تدخل الدولة السورية وأن تتوه في زواريب أحياء حلب الشرق. نعم. طيب التركي اليوم كما قال مراسل مفدنا ربيع عديبة يعني ربما ينبون على بعض الفصائل المرتبطة به، ولكن ليس جبهة النصرة، ولكن وعلى ما يبدو بأنه جبهة النصرة حتى هذه اللحظة هي الأمر الناهي دكتور عبد القادر بالأحياء الشرقية، وهي يعني كما أثبتت الوقائع وحتى التصريحات الروسية بأنه أمريكا حريصة على الحفاظ على جبهة النصرة، وبالتالي إلى أي حد نستطيع القول اليوم بأنه هناك دور أمريكي لما جرى بالساعات الأخيرة بالأحياء الشرقية؟ طبعا لا شك يعني اليوم الدور التركي ألويته اليوم لأنه المشهد معقد، يعني هناك ألوية كثيرة متصارعة وفصائل متعددة. التركي نعم تجمع فاستقم كما أمر، جبهة الأصالة والتنمية، لواء محمد فاتح، لواء مراد وغيره نعم، لكن جبهة النصرة بنية مركزية إرهابية متطرفة، هذه لا شك هي إشراف أمريكي وإشراف مخابرات بريطانية، يعني MI6 هي من لعبت دور أساسي في إعلان انفصال حول يعني إعلان انفصال اسمي عن تنظيم القاعدة، هي من أشرفت عليه بالإشراف مع شركة علاقات عامة بريطانية، فبالتالي جرى الحديث حول أن هذا الفصل يعني ما بين تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وإعادة يعني تعويمها من جديد تحت مسمى جديد بأن هذا يخدم الجهاد في بلاد الشام، هذه كلها الذرائع. فبالتالي اليوم الإشراف الأمريكي البريطاني الاستخباراتي هو الذي يحدد طبيعة أداء وطبيعة عمل جبهة النصرة باعتبار أنها فصيل متقدم من تنظيم القاعدة. التركي هو قد يعقد تحالفات تكتيكية معها في بعض الزوايا في بعض الأماكن،
لكن هو ليس يعني التركي لا يستطيع، ليست كل فصائل الشمال هي يعني تحت إمرته، وبالتالي الأمريكي هو المسؤول، هو الحاضر بشكل أساسي. كما قلت لك هؤلاء هم يعني هم أدواته، يعني هم أدوات تاريخية له، يعودون إلى الثمانينيات. هذه البنية المركزية هو حريص عليها، يعني فقط التقارير سيدتي الكريمة، يعني دائما لدينا في قانون البينات هناك ما يسمى أدلة دامغة وهناك ما يسمى قرائن دالة. القرائن الدالة تقول بأنه عند ظهور داعش منذ العام 2013، تقارير لجامعة فلوريدا وستاتيست وغيره، يقول بأن قيمة مبيعات السلاح في أمريكا وصلت إلى بحدود 120 مليار دولار. واليوم والكل يعلم بأن قاعدة الصناعات العسكرية أو الصناعات العسكرية الحربية هي مقدمة وقاعدة أساسية للنمو الاقتصادي في أمريكا. واليوم ترامب يعد بمزيد من تفعيل برنامج يعني المجمع الصناعي العسكري. فقط للتوضيح، يعني تخيلي أنت أيام بوش الابن باع للمنطقة، لمنطقتنا، بقيمة 90 مليار دولار، بينما هذا أوباما الذي اعتبره البعض حمامة سلام باع أكثر من 200 مليار، ضمن مبدأ أن احمي نفسك بنفسك ونحن نقوم بتسليحك. هذا مبدأ، هذا عقيدة أوباما في إدارة هذه. اليوم هذا المشهد المعقد تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد من الجميع أن يتقاتل، وهي لا تريد لأحد أصلا أن ينتصر في هذه الحرب، لا التركي ولا الفصائل ولا إيران ولا العراق ولا أحد، تريد من الجميع أن يكون منهك ومستنزف على الأرض. هذا ما يفسر ربما محاولات الولايات أو تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية لكل الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا بينها وبين الجانب الروسي، الروسي الذي أعلم بأنه هي كانت لقاءات وتفاهمات عديمة الجدوى. دكتور عبد القادر، وتم تعليق اللقاءات المتعلقة بما يجري في حلب بين الروسي والأمريكي من قبل الروسي بالساعات الماضية. هذا التعليق من وجهة نظرك إلى أي حد استفز الأمريكي، أو أنه لا ربما أعطاه مساحة من الحركة والراحة لإعادة التواصل وتفعيل هذا التواصل مع المجموعات الإرهابية المسلحة؟ طبعا فقط يعني أنسرنا اليوم التواصل كان مرده دوافع روسية وبالتنسيق مع الدولة السورية. الجانب السوري والجانب الروسي يدركون جيدا بأنها هذه اليوم ما يدور كله هو عبارة عن حرب أمريكية في منطقتنا، لكنها اليوم شكل جديد من أشكال الحروب يتم بأدوات محلية وإقليمية فقط. هذه حرب أمريكا أولا وأخيرا. هي تدرك بأن أمريكا تناور وهي تتملص، و كلا الطرفين الجانب الروسي والجانب السوري يكتم غيظه في هذا الجانب، يعني رغم بأنها تنصلت من كل القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في العملية السياسية، في الجوانب الإنسانية تملصت منها الولايات المتحدة الأمريكية. أعطيني شيء من كل ما تحدثت به من الاجتماعات الماراثونية ما بين لافروف وكيري، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بشيء على الإطلاق. كانت عبارة عن عملية تقطيع وقت، كان يقوم الأمريكي بشكل أساسي يجري تفاهم، مثلا بيان باريس، مجموعة التنفيذ المشترك، اتفاق 22 شباط وآخرها اتفاق 9 أيلول. بنفس الوقت هو يتفاهم أو يتواصل مع الجانب الروسي، وبنفس الوقت هو يدفع على تغيير وقائع ميدانية ليجعل الروسي باعتبار أن كل ما تفاهمنا عليه إنما هو حبر على ورق. هذه السياسة لم تنفع، بل بالعكس سياسة الجانب الروسي الخطوة خطوة وبانتظام، وأن يصل بالأمريكي إلى منطقة ثم يأخذه إلى منطقة أخرى إلى مكان آخر. هذا المنطق الروسي أحرج الكثير، أحرج الولايات المتحدة الأمريكية في أن يكون دعمها كاشفا وواضحا وفاضحا للتنظيمات الإرهابية. يعني لم تكن تستطيع على الإطلاق بأن تعمل على هذا الدعم الفاضح. إذن هو إرباك للعلنية في أن يكون هناك عنوان أساسي للمواجهة. بنفس الوقت نجد بأن هذا الأمر خدم الجانب السوري والروسي في إرباك أمريكا، يعني حالة الإرباك التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما أراد الجانب الروسي أن يضعها أمام مسؤولياتها في اتفاق 9 أيلول، وأراد من المؤسسة الدولية أيضا أن تكون حاضر في هذا الاتفاق.
هذا جعل الأمريكي في حالة إرباك، بدأ يتحدث عن تنصل وقطع التواصل مع الجانب الروسي، وأظهر للعالم جميعا بأن روسيا بأن أمريكا لديها سياسة مزدوجة. إذن هي اتفقت مع الروسي على إنهاء فصائل أو التحالف ضدها، وهي سرا تتواطأ معها. وهذا مشكلة أساسية، لأن أمريكا لا تريد أولا أن تكشف أنها تتحالف مع الشيطان، لا تريد أن تكشف من هي الأوراق التي ستتخلى عنها مستقبلا. هذا كله أربك الجانب الأمريكي. إذن هذه السياسة هي سياسة أعطت نتائجها بشكل ملموس في إبقاء قناة التواصل مع الجانب الأمريكي، في دائما في إدارة اللعبة الدبلوماسية ومعركة الكفاح الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، وأيضا في إدارة المعركة الإعلامية، وأنتم ورجال الإعلام الوطني السوري أبطالها الأساسيين. كل هذه اليوم، لأننا كما نعلم هذه حرب بمعارك متعددة. طيب لماذا روسيا أقدم على هذه الخطوة وأوقف التفاهمات واللقاءات في جنيف حول حلب مع الأمريكي؟ الأمريكي هو الذي لا يريد أن يصل إلى أي تفاهم مع الجانب الروسي، خاصة مع شعوره من تجربة اتفاق 9 أيلول بأن أي تفاهم، أن أي اتفاق بالنتيجة، أي توافق قد يتحول إلى اتفاق أو غيرها، قد يكون له قيمة قانونية تلزم الأطراف، تلزم مستقبل ومآلات ما لا نعلم، يعني مآلات الإدارة الأمريكية القادمة، خاصة أن يعني ترامب في الحملة غير ترامب وهو في سدة الحكم، وعود الانتخابات غير منطق الحكم. يعني هناك الكثير من الغموض حقيقة في توجهات الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة، لكن نتمنى نتطلع إلى أن تكون أمريكا أكثر واقعية تجاه المشهد، خاصة وأن قائد الوطن السيد الرئيس دكتور بشار الأسد تحدث صراحة عن أن اليوم هناك مفصل تاريخي في زمن الحرب في سوريا، ما بعد حلب ليس كما قبلها. طيب توقعاتك دكتور عبد القادر اليوم بعد هذا الخرق، كيف يمكن أن نتوقع أن تكون طريقة التعاطي؟ كما قال المفاد الإخباري السوري بأنه هناك جهود متواصلة من الدولة السورية والروسي لإعادة إتمام هذا الاتفاق. طب نتوقع أن فعلا نصل مرة أخرى إلى إتمام هذا الاتفاق؟ وما الضامن بأن المجموعات الإرهابية المسلحة، ما سيضمن المجموعات الإرهابية المسلحة؟ يعني جربت أكثر من مرة والآن خرقت هذا الاتفاق. أنسي رنا، أنا يعني من إدراكي البسيط المتواضع بعقل الدولة السورية بحكمتها، كما قلت لك ستبقى وستستمر في التقاط أي فرصة لإنجاز هذا الاتفاق، وأكد لك وستقول الأيام القادمة مع حرصها أخذة بعين الاعتبار كل المعايير التي تحدثنا عنها. يعني هي لا تريد على الإطلاق في أن تقوم بترحيل هؤلاء الإرهابيين ليعودوا مثلا ليستهدفوا حلب كما قلت. فبالتالي عندما أشار قائد الوطن السيد الرئيس قال بأن اليوم عندما تحدث الكثير ما بعد حلب، لا، اليوم ما بعد حلب هو استكمال طوق آمن لمدينة حلب. يعني هذا العنوان الأساسي. فاليوم ليطمئن أهلنا في مدينة حلب، لن يكون هناك ترحيل لهؤلاء الإرهابيين إلى مثلا يعني كما يجري الحديث إلى منطقة ريف حلب الغربي، حتى يكون هناك مثلا إعادة هجوم من جديد. كل هذه التضحيات، كل هذه الدماء هي لم تبذل على الأرض وفي مدينة حلب وفي تراب مدينة حلب من أجل أن تسقط حلب من جديد على الإطلاق، بل كما قلت لك سيتم استكمال تنظيف كل وملاحقة كل الجيوب الصغيرة من لصوص ومن قاطعي طرق ومن إرهابيين متواجدين في مدينة حلب، وكما قلت لك تأمين قوس وطوق آمن يحفظ ويؤمن المدينة، خاصة بعد معاناة استمرت لأكثر من 4 سنوات. خلينا نشوف أهالي حلب دائما كيف يتفاعلون ويتعاملون مع هذا الانتصار الكبير وهذه الفرحة الكبيرة. في حلب أكد خطيب جامع عبد الله بن عباس في خطبة الجمعة أن حلب انتصرت على الرغم من كل الدعم الذي يتلقاه الإرهابيون من داعميها، مذكرا بجرائم التنظيمات الإرهابية التي انتهكت الحرمات. نعم، خسئتم، انتصرت حلب.
عانينا ما عانينا، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصح ولا يحق إلا الحق، فنحن أصحاب حق ولا بد أن ينتصر الحق، لأن الحق وتبارك وتعالى اسمه الحق. رُمِّلت نساؤنا ويُتِّمت أطفالنا وقُطِّعت أوصالنا ودُمِّرت منازلنا وسُرِقت آثارنا ونُهِبت معاملنا، وبتنا نرى في كل ساعة في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة 50 قذيفة تنال من رجالنا ونسائنا وأطفالنا وشبابنا وشيوخنا ومدارسنا ومساجدنا وكنائسنا وجامعاتنا وشوارعنا، فلم ترهبونا ولن ترهبونا. ونقول لكم مجددا: خسئتم يا أدعياء الحرية، انتصرت حلب. من حلب الشهباء نقول، من حلب الشهداء نقول، من حلب الصمود والتحدي: إن سورية بعون الله وبقيادتك الحكيمة وبشعبنا الثابت وبجيشنا العقائدي وبشهدائنا الأبرار وبحلفائنا الأخيار ستنتصر كما انتصرت حلب. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضمنا عبر الهاتف الآن من بيروت الدكتور ماهر سلوم الخبير بالشؤون الأمريكية. دكتور ماهر أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك. أهلا فيك. مبروك النصر الكبير في حلب المؤزر لسوريا الأسد وللدول العربية. حقيقة هو نصر لكل العرب ولكل طبعا العالم الذي يريد أن ينتصر على هذا الإرهاب. دكتور ماهر، عن هذا الانتصار سنتحدث، إلى أي حد هذا الانتصار اليوم حقيقة أربك المحور الآخر وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة التعاطي مع ما يجري في سوريا بشكل عام وبحلب بشكل خاص، والذي انعكس بهذه المحاولات لتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالساعات الماضية حول حلب الشرقية أو الأحياء الشرقية في حلب؟ حسب متابعتي للملف اليوم، أنا وقاعد بالبيت يعني جالس أمام التلفزيون، تابعت مدى التأثر على CNN لأنه تابع التلفزة الأمريكية بالتأكيد كوني عربي أمريكي، ويهمنا بالدرجة الأولى كيف يصنع القرار في واشنطن ضد مصالح اليوم سوريا الأسد والبعض الأقطاب العربية الصامدة بوجه المشروع الإمبريالي الإسرائيلي في المنطقة. أما فيما خص الموضوع اللوجستي اليوم، كما رأيتي كما قطعت يعني بعض الشاحنات أو اختفت بعدما تدخل يعني رأس الحرب الأمريكي عبر وزارة الخارجية، بالنسبة للضغط على الملفات اللوجستية والنقل المشترك من المناطق التي كانت يعني محتلة من قبل المسلحين والإرهابيين في شرق حلب باتجاه المناطق الأخرى المحاذية لها، أقصد عنيت بهم يعني المسلحين تحديدا والإرهابيين. هذا الموضوع يعني إن دل فدل على تدخل فعلا يعني يعني أن الدول الغربية وبالأخص الأمريكية والعربية المتدخلة في الملف السوري هي مغتاظة جدا من الملف هذا بالنسبة للنصر المؤزر ومدى ارتداده في العالم، لأنه النظرة الإعلامية العالمية أثرت عليهم بالدرجة الأولى وأثرت على مصداقيتهم بالملف السوري تحديدا في العاصمة الثانية الاقتصادية وهي حلب الشهباء. نعم، وبالتالي كان الرد اليوم دكتور ماهر أو أمر العمليات بتعطيل هذا الاتفاق للمسلحين.
نعم بتعطيل يعني الطريق الذي كان يعني يتم عبره بالنسبة للتفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة. بالطبع يعني ما في تفاوض مباشر عبر الغربيين أو الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية بنقل هؤلاء المسلحين الإرهابيين من منطقة حلب تحديدا الى المناطق المحاذية شمالا. طيب دكتور ماهر، المنظمة الدولية والصليب الأحمر الذي كان مرافق لهذه لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، يعني كما أفاد مفدنا ومراسلنا في حلب بأنه كان هناك تواطؤ كبير من قبل هذه المنظمة الدولية لجهة يعني إجبار الأهالي من الأحياء الشرقية بحلب على النزوح القسري، أيضا أضف إلى ذلك السماح للمجموعات الإرهابية المسلحة بأخذ المخطوفين الذين كانوا لديهم بالأحياء الشرقية إلى المناطق التي خرجوا منها. كيف يمكن أن ننظر اليوم حقيقة إلى هذا التواطؤ وهذا الدور للمنظمات الدولية؟ يعني أرادوا للأسف الشديد عكس يعني الواقع على الأرض بالنسبة ليس فقط النصر السوري برئاسة الرئيس بشار والقيادة والشعب السوري الذي كان الرادف والداعم دوما للقيادة السورية اليوم، وإنما أرادوا عكس هذه يعني عكس هذا النصر على الأرض بنظرة سلبية للأسف بالنسبة مما يجري اليوم بالنسبة يعني اللوجستيات التي قطعت أو التي انتشرت عبر المنظومة الدولية وأدواتها عبر الصليب الأحمر الدولي. لا تنسي أن هذه المنظمات تؤمر عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة راعيها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية بمالها وبجبروتها وعنادها طبعا دوما في الملفات الأخطر في الشرق الأوسط اليوم، وعنيت بها سوريا اليوم. نعم، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم إلى أي حد هي مرتبطة بشكل مباشر دكتور ماهر بتعطيل هذا الاتفاق، سيما بأنه يعني المجموعات أو من يأمر داخل هذه الأحياء الشرقية من المجموعات الإرهابية هي جبهة النصرة التي لطالما عملت الولايات المتحدة الأمريكية أو جهدت الولايات المتحدة الأمريكية لجهة حمايتها في سوريا. طبعا تريد حمايتها بالدرجة الأولى لجبهة النصرة من أجل إيجاد أو يعني خلق فراغ معين ضمن ما يسمى جغرافية وسيادة الدولة السورية من أقصى الشمال والشرق تحديدا تجاه يعني المنطقة الجغرافية الممثلة بحلب وضواحيها اليوم. فكل ما يهم الولايات المتحدة بأن تخلق يعني جيبا معينا بالنسبة للنصرة وأدواتها حولها، يعني من مجموعات مسلحة كانت ميليشيات أو معارضة مسلحة تأويها الولايات المتحدة وتؤسس لمرحلة ما للأسف يعني يتم التخطيط عبر بعض الدول العربية الممولة لتلك الميليشيات المسلحة من أجل إيجاد جيوب ويعني دول صغرى في داخل الدولة وسيادتها الكبرى أقصد سوريا الأسد. نعم، ابقى معنا دكتور ماهر لو سمحت. دكتور عبد القادر، يعني إلى أي حد قد يكون هذا الأمر اليوم بالعمليات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة للضغط ربما على الروسي لإعادة تفعيل التفاهمات واللقاءات التي أوقفها الروسي في جنيف؟ طبعا يعني أولا لا شك بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بضغط من أتباعها الإقليميين تحاول جاهدة اليوم فرملة القطار كما قلت استنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني مما يمكن، لكن اليوم أعتقد بأن ما بقي اليوم هو لم يعد يعني كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي من هنا أمر العمليات أمر التعطيل. يعني هي فعليا أستطيع القول أخرجت من يمكن إخراجه، ما يهمها بدرجة أساسية بشكل أساسي في استمرار يعني إدارة الحرب في سوريا، بالتالي اليوم هذا التعطيل كما قلت لك في إطار أنها اليوم تريد إجهاض أي مرابح أي أثمان بشكل أساسي من هذا الانتصار التاريخي الذي جرى في معركة حلب، رغم إدراكنا جميعا بأن الانتصار في حلب لا يعني بأن الحرب قد انتهت. يعني اليوم الإرهاب وجيوب الإرهاب منتشرة في الجغرافيا السورية بالنتيجة، لكن اليوم دلالات ورمزية حلب، معاني الدلالات المعنوية الدلالات الاستراتيجية، أن اليوم في إطار استشراف إمكانية أن تستعيد الدولة السورية عافيتها من الناحية الاقتصادية بإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد
وإعادة دورة تنشيط الاقتصاد من بوابة حلب بشكل أساسي. واليوم بدأنا نسمع من قبل الأخوة الصناعيين والتجار حول استعدادهم للعودة إلى مدينة حلب، من هو خارجها، من هم في الداخل، في إعادة إطلاق ورشة كبيرة، ورشة إعادة إعمار بأيدي حلبية وبتضافر وجهود من الحكومة السورية لجهة يعني تأمين بعض البنى التحتية، تأهيل بعض المرافق الأساسية لإعادة عجلة الاقتصاد الوطني. هذه الورشة في إعادة الإعمار تتعلق بمشاريع سواء صغيرة أو متوسطة أو مشاريع صناعية. اليوم الكل لديه إرادة الحياة، هذا كله بالنتيجة لأنهم كما نعلم جيدا هم يراهنون بالنتيجة بأن إسقاط الدولة السورية يمكن أن يتم بأدوات متعددة ومتشابكة ومعقدة، من أبرز هذه الأدوات البعد الاقتصادي. والدولة السورية تدرك أهداف ومرامي المخطط، ومن هنا السيد الرئيس وازى في أحد كلماته، وازى ما بين إرهاب الاقتصاد وإرهاب المفخخات، وحذر بشكل أساسي من الاستهداف ومن ضرب الاقتصاد الوطني واستهداف استقرار الليرة السورية واستهدفت باعتبار. وكانت تماماً. وحلب يعني دفعت الضريبة أو واجهت هذا الإرهاب المزدوج، الإرهاب تماماً. الاقتصادي والإرهاب المفخخات. نتابع الآن طبعا بالصور مشاهدين هذه الجلسة لمجلس الأمن التي تعقد الآن حول الأوضاع في الشرق الأوسط. دكتور ماهر، أيضا بالعودة إلى موضوع التفاهمات الروسية الأمريكية، لماذا علقت روسيا هذه التفاهمات أو هذه اللقاءات في جنيف حول ما يجري في حلب، وما تأثير هذه الخطوة الروسية من وجهة نظرك على الأمريكي؟ علقت الدولة الروسية عبر يعني تصريح مهم اليوم أعتقد أو بالأمس، بسبب تراجع الموقف الأمريكي مما يجري من تطورات على الساحة وخاصة في حلب، وانعكاس هذا يعني التطور على الدور الأمريكي المترهل والفاشل لإدارة أوباما في الداخل. دعيني بس أذكر، كنت بدي أتحدث شغلي بأنه حديث السيد الرئيس الأسد عندما تطرق إلى موضوع يعني إعادة الإعمار وأعطى الكريدت أو أعطى الجانب الإيجابي إلى الدول الصينية والروسية والإيرانية، وقد يكون بعض المهندسين من حزب الله أو المقاومة في الداخل السوري طبعا مع جدارة وأفضلية الدور السوري هنا أو المهندس السوري المحلي بالنسبة لإعادة إعمار سوريا. هذا الموضوع أزعج جدا إدارة وأهداف إدارة أوباما actually في الداخل السوري والمنطقة العربية تحديدا هنا، وذلك يستدل منه كمان أهداف الإدارة القادمة لإدارة ترامب. دونالد ترامب هو يعتمد على الدور الاقتصادي الرادف الذي سيؤسس لمرحلة ما اقتصادية وافرة وناجحة للإدارات الأمريكية القادمة. هذا ما يطمح له الرئيس المقبل، فقد يختلف طبعا الرئيس المقبل ترامب عن الرئيس الحالي أوباما بالنسبة للاستراتيجية الاقتصادية البعيدة المدى والتطورات والأحداث مما يجري في سوريا اليوم. نعم، وبالتالي هذا الاختلاف اليوم أو هذه التصريحات لترامب دكتور ماهر إلى أي حد حدث بالإدارة الحالية إدارة أوباما إلى محاولة التغيير أو تحصيل شيء على الأرض لتفرض هذا الواقع أيضا على إدارة أوباما، عفوا إدارة ترامب القادمة؟ تأخر جدا الرئيس أوباما وإدارته وخاصة عبر جون كيري وزير خارجيته، لأنه أثبتت بأن إدارة الحرب الناعمة بما خص سوريا تحديدا والمنطقة بشكل عام أثبتت فشلها. فالأسلوب الجديد للرئيس ترامب قد يكون القادم بالتعاون مع القطب الروسي وليس الأحادي الأمريكي، لأنه تعاون روسي أمريكي قد يجدي الساحة السورية تحديدا ويؤسس لمرحلة سلام وهدوء واقتصاد يعني مزدهر إن شاء الله، وفتح المجال لإعادة الإعمار بشكل تام لكل المكونات والمؤسسات في سوريا اليوم. نعم، ابقى معي دكتور ماهر لو سمحت. إذا أردنا نتحدث عن هذه الجلسة لمجلس الأمن التي تعقد حول الأوضاع بالشرق الأوسط دكتور عبد القادر، يعني بطبيعة الحال ستتطرق لما يجري في سوريا، وتابعنا هذا الهجوم الكبير ليس فقط في الميدان وإنما أيضا بالأروقة السياسية بالآونة الأخيرة حول ما يجري في سوريا.
إلى أي حد نتوقع اليوم أنه أن يتصاعد هذا الحراك ضد الدولة السورية وضد حلفائها الروسي تحديدا دكتور عبد القادر؟ نعم. على خلفية الانتصارات الكبيرة في الميدان وبحلب على وجه التحديد. طبعا يعني لا شك بأنه اليوم يعني وحسب مبدأ الأواني المستطرقة اليوم أدواتهم متعددة، الأدوات الإعلامية، الأدوات الدبلوماسية، اليوم تهافت الأدوات الميدانية العسكرية المحضة لا شك ستجعلهم اليوم في إطار الأكثر تركيزا على الأبعاد الإعلامية. فاليوم يعني سنتوقع لا شك في المرحلة القادمة مزيد من الجعجعة الإعلامية. طبعا لا شك بأنه اليوم ثقتنا كبيرة فيكم برجال إعلام الوطن السوري بقنواتكم اللي هي عم تواكب لحظة بلحظة كل مجريات الحدث في إطار عملية تفنيد كل محاولات التضليل، سواء من خلال عدم تقديم الحقائق كما هي أو خلق صورة افتراضية، سواء نصر أو هزيمة افتراضي، هذا كله اليوم تقومون فيه. فبالتالي نتوقع اليوم أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا منه على المستوى السياسي والدبلوماسي. سأتوقع بأنه سنشهد أيضا مزيدا من محاولات كالتي جرت في محاولات مشروع القرار أيضا الذي قدم، أو مشروع القرار الكندي الاتحاد من أجل السلام أمام الجمعية العامة وغيره. فبالتالي اليوم محطات الكفاح سواء على المستوى الإعلامي أو الدبلوماسي هي حاضرة، كما قلت لك باعتبار أن الأدوات يعني أهم أدوات الحرب الأدوات الميدانية والعسكرية هي متهافتة اليوم. فلا شك بأنهم سيحاولون أن يكون هناك نوع من تعويض الفاقد من خلال مزيد من يعني مزيد من الجولات في إطار المعركة الدبلوماسية وأيضا في إطار الحرب الإعلامية، وهذا كما قلت لك أعتقد بأنه سيكون عنوان المرحلة القادمة باعتبار أن اليوم هناك تهافت كبير في كثير من الجوانب في طبيعة وماهية هذه الحرب وهذا العدو متعدد القوى. نعم دكتور ماهر، يعني إلى أي حد اليوم قد يجدي نفعا هذا التصعيد الذي تعودنا عليه حقيقة أمام الانتصارات في الميدان؟ يكون هناك تصعيد في الأروقة السياسية من قبل المحور الآخر، وأيضا المعركة التي تستخدم الملف الإنساني كواجهة لها، أيضا أمام المتغيرات الأخيرة وما رصدته وسائل الإعلام وخروج المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب تجاه مناطق الجيش العربي السوري، أيضا إلى أي حد أسقط هذه الورقة من أيديها؟ بالدرجة الأولى أسقط يعني من الوجهة الإعلامية، تأخروا جدا في بالنسبة للضغوطات هذه الإعلامية الجمة عبر العالم الأوروبي والأمريكي والمؤيد في المنطقة لهم، أقصد كسياسة ضد سوريا الأسد اليوم. أما فيما خص الإعلام يعني الذي يقبض ويرتشي والإعلام الفاسد للأسف في المنطقة، فهذا قد يؤثر أو المأجور حتى الذي يؤثر على الأوضاع النفسية عادة للشعوب العربية عبر التلفزة. نحن لم نعد نتأثر نحن كشعوب عربية لأننا نعلم كلمة الحق كما ذكرها إمام المسجد اليوم في حلب، أن سوريا لها الحق بأن تعيش، لها الحق بأن تزدهر، لها الحق بأن تعيش بسلام ووئام ومحبة بين مكوناتها المسيحية والمسلمة وبكل أطيافها وطوائفها بالدرجة الأولى. كل يعني كل ما نحن قدرنا نتجمع ونتوحد ونتضامن مع بعضنا البعض فذلك أكبر انتصار أمام كل هجمة إعلامية أو كل مؤامرة خارجية ضد سوريا وحتى لبنان والمنطقة العربية برمتها. أشكرك جزيل الشكر دكتور ماهر سلوم، حضرتك خبير بالشؤون الأمريكية كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. يعني دكتور عبد القادر كثيرا ما تم الحديث بأنه سيكون هناك تحول ربما بطريقة التعاطي حتى من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، خطط بديلة بعد خسارتهم الكبيرة في حلب أمام الجيش العربي السوري، إلى أي حد من وجهة نظرك قد يكون فعلا هناك سيناريوهات معدة بهذا الإطار، وكيف من الممكن أن نتوقع؟ طبعا يعني العنوان الأساسي يداك أو كتاك وفوك نفخ وأسقط في يدهم. اليوم مراجعة حسابات وما هي أسباب الهزيمة بهذه السرعة، ما هي أسباب التهاوي السريع والدراماتيكي في طبيعة الحرب، لماذا كان السقوط مدوي
بهذا الشكل؟ لماذا تهاوت المجموعات الإرهابية بهذا الشكل السريع؟ أعتقد بأنه محل مراجعة يعني بالنسبة لحساباتهم. لا شك بأنهم سيسعون إلى تبديل الأدوات التكتيكية في إطار المعركة، لكن لا شك بأن اليوم خبرة ودراية الدولة السورية والجيش العربي السوري أصبحت كبيرة. الكل اليوم يتعلم من خبرة الدولة السورية في التعاطي مع التنظيمات الإرهابية، سواء كمجموعات أو كمنطق يعني، أو يعني مجموعة الذئاب المنفردة يعني بمفردها، أو مجموعة التنظيمات سواء القاعدية أو حتى نماذج، يعني لديها أصبح سجل كبير ولديها تجربة طويلة في التعاطي معهم. لا خوف لا شك، لكن كما قلت لك هي مزيد من إدامة الحرب، من مزيد أحيانا من إدامة معاناة المدنيين. وأؤكد لك لو أن الدولة السورية ساحة المعركة هي ليست ضمن الأحياء وضمن الأزقة لانتهت الحرب منذ سنوات، لكن المعضلة والمشكلة الأساسية وهذا الذي أحيانا يؤخر الحسم، ولا مشكلة لدى الدولة السورية لأنها كما نعلم لو أرادت اتباع سياسة الأرض المحروقة لانتهت المعركة من قديم، لكن هي بالنتيجة تحاول من خلال جمع المعلومات عن أي منطقة، تحاول دائما تمييز ما بين أهداف عسكرية وأعيان مدنية، تحاول تجنيب المدنيين قدر الإمكان عندما يكون الهدف العسكري ملاصق أو يمتاز بكثافة سكانية كبيرة. هذه كلها اعتبارات تؤخر الحسم بشكل أساسي. لكن اليوم العنوان الأساسي كما نعلم عندما من يتساءل حول المآلات المحتملة، المسارات المحتملة، لا شك بأنه لا خوف في إطار معركة تدمر، الأرض تسقط وتسترد بالنتيجة. طبيعة المعركة في تدمر من الناحية العسكرية والاستراتيجية لا يمكن أن توازي حجم كان العقدة الاستراتيجية التي كانت. سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن خلينا ننتقل مباشرة إلى ضيفنا عبر الهاتف العقيد وليد عبدلي رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق. طبعا يحدثنا عن التفجير الذي حصل اليوم في منطقة الميدان، قسم شرطة الميدان في دمشق. سيادة العقيد أهلا ومرحبا بك بداية. مساء الخير وكل عام أنتم بخير، والوطن وقائد الوطن بألف خير. وأنت بألف خير. سيادة العقيد، ما طبيعة هذا التفجير الذي حصل اليوم في قسم شرطة الميدان؟ حوالي الساعة 2:30 حدث تفجير إرهابي في قسم شرطة الميدان، مستخدمين طفل بحزام ناسف. هذا العمل إجرامي جدا، له للحد انتصارات ومعنويات جيشنا العربي السوري الباسل الذي حقق انتصارات هائلة خلال الأيام الماضية في حلب وفي كثير من المناطق، إضافة لرفع معنويات الإرهابيين الحاقدين على الشعب العربي السوري المنتصر الذي يقف خلف قيادته. بتوجيهاتنا السيد الوزير وجهنا مباشرة للمكان، ونحن الآن عم نتابع التحقيقات، وإن شاء الله رح نصل إلى نتائج جيدة خلال. طيب سيادة العقيد، الأضرار التي نتجت عن هذا التفجير، هل هناك أضرار في الأرواح؟ هل هناك إصابات؟ لا، الأضرار مادية وفي إصابة فقط بسيطة خفيفة لأحد عناصر الشرطة، والحمد لله الأمور جيدة جدا، فقط اقتصرت على الماديات. نعم، التفجير كان يعني داخل القسم سيادة العقيد؟ داخل القسم، مستخدمين طفلة ذي عمر الورود، بدل ما انها هي تكون عم تعيد هلا بالاحتفالات اللي عم تمر فيها، عيد راس السنه وعيد الميلاد والاحتفالات اللي تعبر عن طفوله والبراعم والاخلاق، تجرد من كافه اخلاق ومن كافه القيم الانسانيه والدينيه، مستخدمين طفله لا يتجاوز عمرها 9 سنوات في عمليه التفجير. يعني هو وصلنا الى طريقه انه بداوا يستخدموا البراعم، بداوا يستخدموا الازهار في اعمال الاجراميه التي ليس لها هدف الا النيل من صمود هذا الشعب الذي ضحى وما زال يضحي في سبيل رفع رايه وكرامه هذه الامه. نحن اليوم عم نشهد، لما احنا شاهدنا الطفله نحن كلنا تاثرنا، مو من التفجير، تاثرنا على هذه الطفله شو ذنبها؟ يعني انا بستغرب انه هي الطفله شو ذنبها. طب ما الهدف من فعلا هذا العمل، يعني العمل الاجرامي الكبير طبعا لاستخدام طفله اليوم بهذا التفجير سياده العقيد؟ هذا ماله اي هدف، ماله اي هدف الا انه الاساءه للطفوله وللشرف والاخلاق. انت تريد ان تقوم بعمل اجرامي ارهابي،
لماذا تستخدم هذه الطفلة التي لا تميز إلا بين الخير والشر، لا تحتاج إلا إلى وردة، لا تحتاج إلى دفء، إلى حنان. ما يعني نحن الحقيقة اليوم بالقسم اللي عم نقوم بالعمل ونحن عم نستغرب إنه شلون مستخدمين هالطفلة في هذا العمل. يعني هذا العمل عمل إرهابي جبان بكافة أشكاله، طفلة بعمر الورود تستخدم لهكذا عمل. بدي أشكرك جزيل الشكر العقيد وليد عبد اللي رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة. دكتور عبد القادر، إذن اليوم طفلة تستخدم بعمر 9 سنوات تستخدم بهكذا عمل إجرامي وإرهابي، كيف يمكن أن يعني الآن فقط يعني اليوم في إطار وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فلتأتي اليونيسيف يعني اللي هي اليوم تتباكى بتقاريرها، فلتأتي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اللي هي معنية بكل التدابير المتعلقة بحسن سلامة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اللي الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف فيها، وهي ليست طرف في الكثير. اليوم سوريا طرف، والتالي اليوم أين اليونيسيف من استثمار في موضوع الطفولة؟ أين اليوم عوضا عن أن يكون اليوم يعالج كل الأوضاع الإنسانية، يعالج أوضاع الطفولة لجهة التربية ولجهة التعليم ولجهة أيضا تحقيق يعني حياة آمنة مستقرة تتحول من خلالها إلى يد منتجة في يوم من الأيام، إلى مستقبل وتربية اليوم تصون المجتمع وتحفظ كرامته وكرامة الطفولة كلها. اليوم نجد نعم الطفولة تنتهك، الإنسانية اليوم ترثى في سوريا بكل معنى الكلمة، واليوم كل هذا المجتمع الدولي وكل هذه المنظمات الدولية المسيسة اليوم هي غائبة، أصبحت ترى في الموضوع الإنساني كما قلت لك، أصبحت تراه جزء من معايير التسييس المستمر باعتبار طبيعة الفعل الإنساني. اليوم عندما يصدر من هكذا طفلة اليوم من قبل التنظيمات الإرهابية يقولون وكأنها اليوم هي تقوم بفعل ثوري وعملية تثوير، وعندما اليوم تنتهك الطفولة في منطقة أخرى والمجازر التي ارتكبت بحق أطفال آخرين فيقولون اليوم هي عبارة عن شكل من أشكال الدفاع عن النفس، والعكس بالنسبة إليهم صحيح. يعني اليوم خلط كبير كما قلت لك في المفاهيم في القيم، والخطورة الأكبر عندما يطال هذا الخلط وعندما يطال التسييس الجوانب الإنسانية، يعني هنا الكارثة. اليوم الكل يعلم بأن قضايا السياسة هي شأن خلافي مستمر، عندما نتحدث عن مفاهيم الديمقراطية، عن مفاهيم شكل الحكم الأنسب، عن الحكم الرشيد وغيره، عن منطق سيادة القانون. لكن اليوم أن تخضع الاعتبارات الإنسانية في موضوع اليوم أن تخضع لعملية تسييس، هذه هي الكارثة التي اليوم هي بالفعل اليوم مطلوب مراجعة، اليوم مطلوب موقف ضمير عام إنساني عالمي في وجه تلك الحكومات، في وجه تلك المنظمات الدولية إن لم تكن إن ترهلت لدرجة أنها اليوم أصبحت مؤممة، فاليوم فلتعيد إنتاجها من جديد. اليوم يجب أن يتضافر جهود الجميع لإنتاج مؤسسات دولية تعنى بتدابير الأمن الجماعي، تعنى بتدابير حفظ السلم والأمن الدولي. وإلى أي حد هناك إمكانية لتحقيق ذلك دكتور عبد القادر في ظل هذه المصادرة الكبيرة التي والاستلاب الكبير الذي نشهده والذي تجلى واضحا بالسنوات الماضية للمنظمات الدولية من قبل بعض الدول؟ أنسرنا الموضوع لا يتعلق فقط بسوريا. اليوم أنت تتحدثين عن مستقبل إنسانية اليوم أصبحت تتحكم فيه زمرة من اللصوص وقاطعي الطرق وبارونات لصوص، اليوم هم أصلهم عبارة عن قراصنة، اليوم أصبحوا هم من يتحكم في مجتمع إنساني. اليوم هذه الانتهاكات بحق سوريا مقدمة، اليوم هناك سوابق ترتكب ليبنى عليها في دولة ما تجاه شعب ما، سوابق تاريخية لم تحدث. فبالتالي اليوم من هنا حرص الجميع إن كان يريد التدابير الاحترازية الوقائية وإن كان يريد بشكل أساسي أن يبني على أساس أن يكون هناك فعل أساسي وفعل واضح يؤسس لمفاهيم، هذه المفاهيم تعتبر العدالة وكل قيم الإنسان هي قيم عادلة يجب أن نحافظ عليها، يجب أن ندافع عنها، هذا يجب أن يكون العنوان والشعار الأساسي. كما قلت لك هذه الارتكابات وهذه الانتهاكات مقدمة لانتهاكات في دول أخرى. عندما حذرت سوريا من إسقاط العراق اليوم وجدنا كل تداعياته
عندما حذر السيد الرئيس. إذن اليوم التدابير الاحترازية الحكمة تكون من خلال معالجة أوضاع بالنتيجة هي ستشكل مدخلاً للخطورة في بيتك. فالمثل اليوناني الذي يقول القديم عندما ترى منزل جارك في خطر فبيتك في خطر. اليوم سوريا الأوضاع الإنسانية فيها في خطر. فإذا دول الإقليم ودول أخرى لن تكون بمنأى عن حجم هذه الانتهاكات الإنسانية، عن حجم التردي في الأوضاع الإنسانية. إذا اليوم كل هذا يجب أن يكون هناك دق ناقوس خطر إلى حجم التردي الكبير. كما قلت لك في الفقه الجنائي اليوم الجريمة لا يمكن أن تمحى ولا أن تحمى ولو بعد مئات السنين. إذن اليوم من المطلوب وضع المجتمع الدولي بمسؤولياته. قد يتساءل بعض وما الفائدة، لكن اليوم توثيق لهذه الجرائم لهذه الانتهاكات التي كما قلت لك لن تمحى ولن تحمى ولو بعد مئات السنين. نعم. طب العودة للنقطة اللي كنت عم تتحدث عنها دكتور عبد القادر، ما يجري في تدمر وهذا التزامن وتوقيته مع الانتصارات بحلب، هو محاولة حقيقة لخلط الأوراق، إلى أي حد ممكن أن يؤثر حقيقة دكتور عبد القادر؟ يعني أؤكد لك بأنه لا يمكن أن يؤثر لطبيعة، يعني طبيعة الجغرافيا، طبيعة صحيح بأنه جرى حشد بنية تنظيمية مهمة من تنظيم داعش المتواجد في الموصل وفي الرقة، جرى ترحيله بشكل واضح إلى مدينة تدمر، وضمن أيضا يعني كل التقارير وكل المعلومات تفيد بأنه كان هذا الأمر يتم تحت غطاء جوي أمريكي. أمريكا زامنت بشكل أساسي وقف حملتها في الرقة يعني إعلاميا مع هذا التقدم المضطرد الذي جرى، سواء من ترحيل الدواعش من الموصل إلى سوريا وأيضا ما جرى من ترحيلهم من الرقة إلى سوريا. لكن كما قلت لك بالنتيجة دلالات تدمر سواء على المستوى الإنساني، على المستوى التراثي الحضاري، عندما أيضا تم استعادتها في مرحلة من المراحل لا شك بأنها رسالة للجانب الروسي. بالنتيجة الدولة السورية معنية في استعادة كل ذرة تراب، هي تراقب تطورات الأوضاع فيما يتعلق في محيط يعني معبر القريتين، في مطار التيفور في القريتين، وعينها كما قلت لك يقظة في إطار أي تطورات محتملة بشأن طبيعة هذه المعركة. اليوم كل الجهود كما قلت لك سيتم استكمال النصر في مدينة حلب لجهة المدينة الآمنة المطمئنة، وأيضا سيتم استكمال طوق الأمان لهذه المدينة، وبعدها يمكن الحديث عن مسارات ومآلات أخرى، آخذين بعين الاعتبار بأنه لا يمكن على الإطلاق أن تشكل تلك المرحلة أو تلك الفترة الزمنية إمكانية أن يكون هناك كسب لأراض جديدة أو إعادة جديدة لتأهيل طاقة الحربية لهؤلاء الإرهابيين. بالنتيجة التنسيق الجوي السوري والروسي حاضر، وأيضا قوات الإسناد البرية أيضا حاضرة في مواجهة أي خطر محتمل. اليوم وزارة الدفاع الروسية تقول دكتور عبد القادر بأنه تحرير حلب هيئ ظروف تسوية الأزمة في سوريا بطرق سلمية، إلى أي حد فعلا ما يجري في حلب أو هذه الانتصارات في حلب تعيد فتح أبواب الحديث عن تسوية سياسية، ربما لقاءات سياسية أو استكمال ما مقطوع من هذه اللقاء؟ أنسرنا فيما يتعلق بالعملية السياسية، العملية السياسية فيها أكثر من شق، البعد الإقليمي والدولي والبعد الداخلي. البعد الداخلي، العملية السياسية بشقين، البعد الدولي والإقليمي. الانتصار في مدينة حلب باعتبار أن الميدان يعني في الحروب الميدان هو الحامل والسياسة هي المحمول، اليوم سيتم تسييل هذا الانتصار الميداني إلى معطيات سياسية سيفرض منطق الواقعية السياسية، سيفرض، وهذه جدلية العلاقة الديالكتيك ما بين الميدان والسياسة. هذا مع أعداء سوريا الإقليميين والدوليين. فبالتالي حديث الجانب الروسي يتحدث عن أن الأطراف الإقليمية والدولية هذا الانتصار سيجعلهم لإعادة حسابات من جديد في متى. أما الشق الذي يتعلق بالسوريين أنفسهم، لأنه نحن يعني الكل يدرك بأن هذه الحرب لم تعد يعني حرب تخص فقط السوريين، أصبح لها أبعاد إقليمية ودولية. فيما يتعلق بالسوريين
المعطيات الميدانية ليس لها علاقة، لأن الدولة السورية تنطلق في العملية السياسية من ثوابت وطنية، فلا يهمها على الإطلاق إن كانت الغلبة للدولة السورية أو للأطراف الآخرين. يعني اليوم في العام 2012 عندما كان يراد فرض عملية سياسية على السوريين خارج نطاق سياق رؤية الشعب في سوريا وخارج إطار تمليك يعني زمام مستقبله، الدولة السورية رفضت، رغم بأن الأوضاع الميدانية كانت في العام 2012 ليست كما هي الآن. إذن فيما يتعلق بالجانب الداخلي، كل محاولاتهم لا يمكن على الإطلاق أن تنال من اتفاق السوريين بين بعضهم البعض لإنتاج عملية سياسية تنطلق من ثوابت وطنية أساسها إرادة السوريين، إرادة السوريين. ومنطق أنه عندما نريد رؤية لسوريا متجددة وإعادة تنظيم للمجال العام في سوريا لا يكون إلا بمنطق الشراكة وبمنطق الانسجام وبآليات ديمقراطية بعيدا عن منطق الإقصاء والعزل والتطرف والتشدد. طيب من اليوم نسمع من الطرف الآخر حديث عن عودة المباحثات السياسية دكتور عبد القادر، وجهة نظرهم بهذا الموضوع، لماذا هذه الدعوات اليوم؟ بريئة هذه الدعوات بظل الانتصارات أم هناك حسابات أخرى؟ نتمنى أن يكون، ولا شك بأن الانتصار في حلب كما قلت سيتم تسييله في الميزان التفاوضي لجهة أطراف إقليمية ودولية. نتمنى أن يكون هناك دعوات حقيقة لعملية سياسية عنوانها الأساسي أن يرفع هؤلاء كل قوى العدوان على سوريا، أن يرفعوا أيديهم عن سوريا، أن يتركوا لأبناء سوريا حرية تقرير مصيرهم. فأبناء سوريا لديهم من الرشد والنضج والأهلية عبر التاريخ في أن يديروا شؤونهم ويديروا دفة الحكم في بلادهم ويؤمنوا جيدا بالديمقراطية وبنتائجها حتى لو لم تعجبنا بالنتيجة. إذن هذا العنوان الأساسي لعملية سياسية مع أعدائنا، أن يرفعوا يدهم عن سوريا ويتركوننا بشأننا، ونحن أقدر ونحن نمتلك الرشد والكفاية وغيره لإدارة شؤون الحكم، ولا نحتاج لوصاية ولا نحتاج لمنطق الانتداب من أحد. طبعا بعد قليل سنعرض الصور الأولية للتفجير الإرهابي الذي حصل في فرع شرطة الميدان، نحن بانتظار هذه الصور. لا يكون يعني إن شاء الله لا يكون هناك يعني ضحايا ولا يكون هناك شهداء يعني بهذا التفجير. يعني فعليا هم كما قلت لك يريدون أن يكون هناك معادل لحجم انتصار حلب. لا شك بأن منطق التفجير واستعادته من جديد هو منطق يعني يجب مواجهته كما نعلم. لا شك بأنه لا يجد بيئته لدى أبناء سوريا، وبالتالي من هنا يتم الاستعانة بأدوات خارجية وأجنبية. نعم. طيب معنا حول هذه النقطة سيادة العميد بسمان زيدان رئيس قسم نعم. شرطة الميدان. سيادة العميد أهلا ومرحبا بك. أهلا مساء الخير. إذن تفجير إرهابي اليوم في قسم شرطة الميدان طبعا استخدام طفلة صغيرة هذه المرة. طبعا سنعرض أو هذه هي الصور نعرضها الآن سيادة العميد طبعا عن قساوة هذه الصور وهذا المشهد، ولكن لضرورة إيصال الصورة حقيقة. كيف يمكن أن يعني نفسر هذا الهجوم اليوم واستخدام طفلة سيادة العميد بهذا التفجير؟ وهو بالحقيقة يعني بعد انتصارات الجيش العربي السوري وكافة المؤامرات التي تحاك بهذا الوطن الحبيب، لا غير مستغرب انه يستعملوا يلجأوا لاسلوب الطفولي والبراءه باستخدام الطفولي بهذه التفجيرات النكراء. الو نعم سياده العميد نسمع. نعم تم اعلامنا بحوالي الساعه الثانيه ونص تقريبا والثالثه بين الثانيه ونصف والثالثه بوجود فتاه تائهه ضائعه ليس لها اهل عن طريق عمليات القيادي. تم توجيه دوري للمكان، وهذه من اختصاصنا ومن صلب عملنا من اجل ايجاد الاهل للاطفال المشردين او الاطفال الضائعين، وتم استخدامها للقسم
ولكن تبين فيما بعد بأن هذه الطفلة يعني تحمل الصورة التي نراها الآن هي صورة الطفل اللي تم استخدامها سيادة العميد. تجنيد الأطفال ليس جديد حقيقة، ولكن استخدامهم وفي العاصمة السورية دمشق تحديدا يعني مشهد شديد القساوة نحن نتابعه الآن. سيادة العميد، التوجه اليوم إلى استخدام الأطفال، طفلة بعمر 9 سنوات اليوم، لماذا التوجه لاستخدام الأطفال سيادة العميد؟ عمره بين 7 و8 وليس بالتاسعة طفل، وهذا دليل على استخدام حتى الأطفال الأبرياء في أعمالهم الإجرامية واستنفاذهم لكافة الأساليب الوحشية في تدمير هذا الشعب الصامد، وكل نتيجة البطولات والانتصارات اللي حققها جيشنا العقائدي والقوى الأمنية في دحر هؤلاء الإرهابيين التكفيريين الذين تمتد يد الإثم والعدوان إلى كل الشعب السوري. طيب سيادة العميد، توصلت إلى معلومات ربما حول هوية هذه الطفلة أم لا شيء حتى هذه اللحظة؟ والله ما زالت التحقيقات جارية بهذا الموضوع. نعم. طيب كيف استطاعت الطفلة الوصول سيادة العميد إلى مكان التفجير؟ لو توصف لنا الحدث أكثر. هلا حقيقة هي إنه أحد الناس المتواجدين بالمنطقة كانت فتاة، الفتاة موجودة في منطقة تقاطع المجتهد، أعلم أحد شرطة المرور بأنها أصبح لها أكثر من 2 ساعة في المكان المذكور لا تعرف أهلها. تم إعلام عمليات النصر القيادي من قبل شرطة المرور بأن هناك طفلة ضائعة لا تعرف مكان تواجد أهلها. تم توجيهنا نحن بقبل دورية أحضرتها للقسم، وطفلي يعني مبين عليها البراءة وعمره 8 سنوات لا يعتقد أنه تحمل أي أشياء. تم التحقيق معها أنه من أين، فأفادتنا أنه كانت هي وأهلها في المكان وأضاعت أهلها، فنحن من أجل التوصل لمعرفة أهلها وإرشادهم إليها تفاجأنا أنه تم التفجير عن بعد، كان من قبلهم بحيث كانوا واضعين يعني أشياء معينة. يعني أنه حقيقة يعجز الكلام عن وصف سيادة العميد، ولكن كل ما يجري هو لا إنساني بالمطلق. يعني طفلة ضائعة من أهلها ربما مخطوفة تخطف وتستخدم بهكذا عمل دنيء، يعني إلى أي حد هناك ابتعاد عن الإنسانية حقيقة اليوم، ومعايير الإنسانية من قبل هؤلاء الإرهابيين ورعاة هؤلاء الإرهابيين والمنظمات الدولية اللي تقف إلى جانب هؤلاء الإرهابيين حقيقة. اليوم سيادة العميد وتجلت هذه الصورة واضحة بما يجري بمدينة حلب. الحقيقة يعني نحن بالنسبة للأطفال بهذا الاستخدام بهذه الأساليب النكراء البشعة لا يتوقع الإنسان، وهي بعيدة كل البعد عن الدين وعن الأخلاق وعن الإنسانية وعن كل القيم الإنسانية، باستخدام الأطفال الأبرياء في تفجيراتهم الوحشية نتيجة صمود شعبنا وصمود قيادتنا وصمود جيشنا العربي السوري ومؤازرته من قبل الجهات الأمنية وقوى الأمن الداخلي بعد استنفاذهم لكافة الأساليب الوحشية والإجرامية. ما كان منهم إلا أن يلجأوا إلى هذه الأساليب الرخيصة واستخدام الأطفال الأبرياء في هذه الأمور الإجرامية. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر العميد بسمة زيدان رئيس قسم شرطة الميدان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وتعليق من حضرتك دكتور عبد القادر، يعني حقيقة يعني والله مشهد يعني أولا الحمد لله على سلامتهم، يعني قوى الأمن الجنائي اللي لا شك هم يعني رديف أساسي لقواتنا المسلحة في الحفاظ على أمننا. لكن اليوم أؤكد لجميع الأخوة المشاهدين إنه من استخدم هذه الطفلة، يعني هذه طفلة بعمر هي لا تدرك إنه هي ماذا تحمل، يعني يمكن أن يكون هناك من جرى بإطار عملية تفخيخها
بمتفجر وإرسالها بشكل أساسي، وبالتالي هي لا تدرك، هي لا تمتلك الرشد أصلا ولا الأهلية لتميز. يعني هذه هي حالة طفل غير مميز على الإطلاق، لم يبلغ سنا ثماني سنوات يعني، ضائعة من أهلها جرى استثمارها. يعني والله مشهد، يعني والله بتحزني إنه نحن كيف بسوريا كيف وصلت الأمور. يعني هل يعقل إنه في إطار أي عنوان، اي عنوان اساسي انه يرتكب بسوريا اللي هي بتعلم الناس وهي الحضاره وهي انسانيه وهي محبه، منا طلعت رساله الاسلام وانتشرت للعالم، منا طلعت رساله القديس بولس لتنشر المحبه والسلام. نحن بنستخدم اطفال، نحن وين نحن؟ بافريقيا، بدول لا تعلم ولا تفرق ما بين الخير والشر. يعني المشكله في مجاهل الادغال. نحن اليوم عندما تستثمر بهذا الشكل يعني الجبان واللي لا فيه فعل أخلاقي، طفلة لا تدري ماذا تفعل. اليوم نحن بنوظفها مشان نسير روع من الرعب والبلبلة داخل مجتمعنا. هل هذا يعني هذا الأمر بعد 6 سنوات هل سيسني السوريين عن المضي في حياتهم والتواصل فيها؟ لكن اليوم كيف من طاوعته نفسه أصلا أنه اليوم يستثمر هذه الطفولة؟ هذا هو السؤال الأساسي. كيف ما هي طبيعة ذهنيته؟ فبالتالي اليوم بالفعل أنسرنا اليوم لدينا جهد كبير مشكور يقوم فيه الجيش العربي السوري، لكن نحن مطلوب مننا دور مجتمعي حتى نواجه ونستأصل جذور التطرف. يجب أن نستأصل جذور التطرف. هذا الأمر يكون بالأفكار، يجب أن نسلح الناس بالأفكار بالوعي، وهذا دور تقوم فيه حضرتكم مشكورين الإعلام الوطني، لكن هو دور يتضافر مع دور الإعلام كل صانعي الرأي العام تربويا مجتمعيا مدنيا أهليا. ما بيصير نسمح إلا بثقافة التسامح والعدالة. الحديث عن تباينات سياسية وإعادة تنظيم مجال عام وإعادة تنظيم شؤون حكم، هي إلى 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 مجالسة وإلى اجتماعاتها وإلى طبيعة عمل كل الدنيا بتعرفها وكل الناس تتواصل فيها. لا يمكن إنه نسمح لهذا التطرف على الإطلاق. نحن طول عمرنا السوريين هم أصحاب رسالة سماوية، نحن كل مهبط الديانات في بلادنا، فنحن اليوم رسل سلام رسل محبة. نحن اللي منوعي الناس ومنقلهم ما هو الدين الصحيح، ومنميز ما بين اللي قدم لنا مذاهب لنفهم الدين الأخلاق، وما بين اللي رادوا يكرسوا كطائفية. هذا كله جهد أساسي. يجب أن نميز ما بين دين أصيل تتوحد فيه كل الديانات السماوية المسيحية والإسلام واليهودية، وما بين تفسيرات استنسابية لبعض من يدعي أنه رجال دين. نعم، لا يمكن وكل هذا حقيقة هو برسم هذا المجتمع الدولي الساقط حقيقة. لن ننتظر من هذا المجتمع الدولي تجنيد الأطفال أمام هذه الصور المروعة لاستخدام الأطفال بالقيام بهذه الأعمال. فقط كلمة، اليوم جيشنا البطل يقوم بمحاربة الإرهاب. الدور المجتمعي اليوم هو في مكافحة الإرهاب، يجب أن نعمل عليه، لا يجب أن نركن جميعنا لأداء الجيش. اليوم كما قلت لك الجيش يواجه ظاهرة إرهابي جاء ليقتلك، فأنت كيف يمكن أن تتعاطي؟ نحن يجب أن لا نتعاطى فقط مع أعراض الظاهرة، يجب أن نتعاطى مع أصلها. وهذا كان خطاب السيد الرئيس في إعادة إنتاج خطاب إعلامي وتربوي وديني من جديد، كما قلت لك يعيد إنتاج قيمنا ومبادئنا ويظهرها للعالم، وأولا يبني من خلال وعينا، لأن الثقافة هي منهج تفكير. نعم، ومنهج عمل أيضا. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، شكرا جزيلا لوجودك معنا بهذه الحلقة. شكرا لك أنسرنا، رغم فداحة الحدث رغم كل شيء، لكن اليوم نصر حلب كبير هو نصر لكل الشرفاء، نصر لكل أبناء سوريا، نصر لقائد الوطن اللي وعد أبناء حلب ووعد سوريا فوعد فصدق الوعد. اليوم شكرا لكم، شكرا لجميع العاملين، وشكرا لجميع الأخوة المشاهدين. التحية لجيشنا البطل والرحمة على شهدائنا. نعم مشاهدينا، تذكر بعناوين استوديو الحدث لهذا اليوم. تم خرق الهدنة التي بموجبها سيتم تسليم الأحياء الشرقية واستسلام مجموعات الإرهابية المسلحة والخروج من حلب. الإرهابيون يستهدفون معبر الراموسة في حلب ويعطلون تنفيذ اتفاق إخلاء الأحياء الشرقية من السلاح والمسلح.
كاميرا الإخبارية توثق خرق الإرهابيين للاتفاق وترصد التطورات في الميدان. خسئتم يا أدعياء الحرية، انتصرت حلب. خطبة صلاة الجمعة في حلب تؤكد أن انتصار حلب تتويج لصمود السوريين وإرادتهم. شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا أينما كنتم. في أمان الله.